مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة في البيت الكبير، يوم جديد من أيامنا هنا في البرنامج بيت كل الأهلوية. قبل ما نبدأ أي كلام وقبل ما نعرفكم بفقراتنا المتنوعة والمختلفة اللي هكون معانا النهاردة، عايزة أهني النادي الأهلي والأهلوية ونهني نفسنا بانضمام المغربي بدر بنون لمدة 4 سنوات قادمة. بدر بنون اسم كبير جاي من نادي كبير وعريق، اختار انه ينضم للنادي الاهلي ويحقق انجازات مع النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي. انا طبعا زي ما حضراتكم وانا وكلنا ما عارفين انه بدر اتعرض عليه يمكن جاله عروض خليجية كتيرة جدا في الفترة الاخيرة، لكنه فضل ان وجهته اللي جاية تكون مع النادي الأهلي، أكبر نادي في أفريقيا وفي الوطن العربي زي ما قلت. أكيد خط دفاع متكامل بينضم لأيمن ولياسر والرامي، وإن شاء الله مع عودة سعد سمير تكون إضافة قوية جدا لينا في الفترة اللي جاية، والسنة الجاية إن شاء الله بعد ما نحقق 9 نحقق 10 وهو معانا بدر بنون. مبروك، اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا سهام، طبعا انا بايدك تماما، مبروك للنادي الاهلي، صفقه على كل المستويات، على المستوى الفني زي ما اتكلمنا بيدعم خط دفاع النادي الاهلي مع وجود ايمن اشرف ورجوع ان شاء الله محمود متولي وسعد سمير وياسر ابراهيم، وبنتكلم على عناصر كتيره جدا جدا من عناصر القوه في النادي الاهلي. وزي ما اتكلمنا بنقول ان دايما انظار لعيبه العالم كله حتى على الوطن العربي هي النادي الاهلي، وجهته طبعا للنادي الاهلي وطموحات كبيره جدا جدا لبدر بنون، عنصر مهم جدا ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي، وهو كمان زي ما سهام قالت متمسك بالنادي الاهلي. يمكن سمعنا اخبار قبل كده ان في بعض العروض الخليجيه بارقام كبيره جدا لانه لعيب كبير، لكن تمسكه بالنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيعلن رسميا، وزي بقول دايما لحضراتكم احنا دايما النادي الاهلي بيعلن عن صفقاته واحنا كمان بنعلن عنها، وان شاء الله صفقات مستمره في ان شاء الله المستقبل الجاي، تدعيم كل صفوف فريقنا ان شاء الله على المستوى وسط الملعب على مستوى الهجوم، عشان دايما النادي الاهلي بينظر الى البطوله، بيكون دايما نظرته هو الحصول على البطوله، فده بيحتاج لعيبه كتيره جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب احنا مره تانية بنهني جمهور النادي الاهلي العظيم، واكيد طبعا انا شايفه ردود الفعل قبل ما ندخل يعني كبيره جدا، معولين يعني عليه امال كبيره جدا في الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني ايه ادم إضافة علينا، اضافه علينا طبعا اكيد باذن الله. بفكر حضراتكم النهارده بان حلقتنا على مدار 3 ساعات هتكون فيها فقرات متنوعه. النهارده في الفقره الاولى هيشرفنا الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم معاه في كل ما يخص الساحه الرياضيه، اهلي منتخب وطني اولمبي، ان شاء الله هيشرفنا في الفقره الاولى مع زميلي هاني رمزي. الفقرة الثانية الحقيقة هنتكلم برضو فيها مع نجم من نجوم النادي الأهلي، في مشرفنا هاني العجيزي واحد برضو من نجوم الأهلي المتألقين في الاستوديو التحليلي معنا النهاردة في البيت الكبير، وكلام كبير برضو عن الفترة اللي جاية. والفقرة بقى الثالثة هيكون معنا فيها عائلة أهلوية خالصة جدرها فعلا زي ما بيقولوا كده ممتدة في النادي الأهلي لمدة إيه يعني نقول 40 سنة مثلا، 40 سنة فعلا فعلا هنعرف ده منهم بالتفصيل، هنعرف حكايتهم مع النادي الأهلي وبطولاتهم اللي حققوها من مع النادي وإنجازاتهم سواء بقى الفردية أو مع نادينا الحبيب. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة وندخل طبعا في التفاصيل، يعني أحب أن أنا برضو يعني أرحب تاني بزميلي يا رمزي. أهلا بك يا سهام. لا يعني طبعا يعني إن شاء الله حلقة مميزة. إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله حلقة مميزة وإن شاء الله فقرات متنوعة زي ما أنت قلت. يمكن عندنا عائلة أهلوية 100% إن شاء الله دي في آخر فقراتنا، عندنا هاني العجيزي، عندنا كمان الأستاذ عصام شلتوت، ملفات كتيرة جدا على المستوى المحلي وعلى مستوى كمان الانتخابات في الكاف والانتخابات على مقعد في الفيفا، كل ده هنتكلم معاه طبعا او يعني نسلط الضوء مع الاستاذ عصام شلتوت. اكيد ان شاء الله. انا كنت طبعا عايزه اقوله ان احنا يمكن دايما هنا في البيت الكبير دايما يعني
بنوقف او دايما بنقول دايما لحضراتكم الصدق فقط، ودايما الحاجات اللي حواليها لغط او تكون يعني من الشائعات او الاكاذيب، دايما احنا بنطلع هنا مش كل حاجه بنطلع وبنرد عليها، لكن في حاجات بتستدعي بالذات في الوقت ده ان انت لا محتاج كل حاجه لازم تطلع وترد عليها علشان اللي جاي صعب واللي جاي تحدي كبير، فلازم توضحه اولا باول للجمهور. بنوضح للجماهير طبعا كل اول باول وخطوه بخطوه كل اللي بيحصل، اذا كانت حتى زي ما انت بتقولي بعض الاشاعات، لكن خلينا نتكلم بكل امانه برضو احنا او يعني على المستوى المهني، انت دايما لما بتتكلم على خبر بيكون إشاعة أو خبر كاذب ممكن التداول فيه بشكل أكبر شوية بيكبر الموضوع، إحنا مش عايزين نكبر الموضوع. هو خبر كان ظهر على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت يخص الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان طلع اتقال إن كابتن سامي قمصان قلقان أو زعلان لأنه دوره بقى مهمش مع موسيماني. طب خليني أقول لحضراتكم إن العلاقة ما بين سامي قمصان وموسيماني من البداية خالص، طبعًا عارفين إن سامي قمصان كان ليه دور كبير جدًا جدًا على المستوى الفني وتحضير تقارير خاصة بلاعيبة النادي الأهلي، وإنه زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم سامي قمصان كان بيقوم بدور رائع جدا جدا مع موسيماني، يعتبر دراعه اليمين بشكل كبير، شايفين في المباريات قد ايه كمان بياخد رايه وبيقول له تعالى مثلا تعالى قول للاعب ده كذا، التعليمات الفنيه عن طريق الكابتن سامي قمصان اللي بيلعب دور كبير جدا جدا في جهاز النادي الاهلي. وزي ما بقول لكم دايما خلينا نتكلم، احنا مش عايزين نكبر الموضوع، في حاجه طلعت وزي سهام بتقول احنا بنوضح لحضراتكم ان هذه الاشاعه عاريه تماما من الصحه. الكابتن سامي قمصان ينال اعجاب واحترام كل الجهاز الفني بقياده موسيماني. وخلينا نتكلم كمان عن نقطه بالنسبه للمدربين الاجانب، يعني برضو الناس تعرف ان مفيش هناك حاجه اسمها مدرب عام ومدرب مساعد، لا هو اسمه كوتشنج ستاف دوت، هو كل واحد في الجهاز المدير الفني بيديله ملف وبيديله مهمه، والمهمه دي بتختلف وبتختلف من مباراه عن الثانيه. ممكن يقول للكابتن سامي قمصان النهارده عندك مهمه كذا، تقوم مثلا تكلم اللعيب فلاني او تنبهه على الجزئيه دي او حضر لي ملف فني للجزء او الفرقه اللي هنلعبها. فعايز اقول لك ان العلاقه على اعلى مستوى، سامي قمصان قايم بدور اكتر من رائع، وهو كمان شخصيه سامي زي ما استضفناه هنا في البيت الكبير هو شخصيه متزنه، شخصيه هاديه جدا وبيقوم بدور كبير جدا جدا. فعايز اقول لك كمان خلاص يعني احنا موضوع يعني الهدف، ما انت قلتيه الهدف من الاخبار دي تاني ان احنا النادي الاهلي مشكله كتبتنين. ويبدا بقى اللعيبه تقول كابتن سامي ايه اللي بيحصل، يعني كل دوت هو يعني محاولة لجر كمان النادي الأهلي ولعبته للبعد أو عدم التركيز للمباراة المهمة، فملف وقفلناه، الموضوع منتهي كابتن سامي قمصان يعني على جزء كبير جدا من المهنية، وكل الجهاز الفني بقيادة موسيماني بيحترم الكابتن سامي بشكل كبير جدا. كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ من الناس اللي سهلوا مهمة موسيماني، وده اللي احنا يمكن كنا بنتكلم فيه. ولو برجعوا دلوقتي برضو يعيد مرة تانية اللقطات اللي احنا اخترناها علشان نوريكم قد ايه العلاقة بانت ومن اول لحظة، وعلى فكرة يمكن ده بيأكد الكلام اللي احنا قلناه هنا من قرابة الشهر تقريبا، ان كل ما بطولة مباراة النهائي الافريقية تحديدا بتقرب مننا هتلاقي الاشاعات والاخبار الكاذبة بتحاصر فريقك. فنجاح الاهلي وانتصاراته النهاردة يعني على ما يبدو ان هي بتقلق البعض، مش على ما يبدو هي بتقلق البعض فعلا، واحنا عارفين ده برضو ان النادي الاهلي وفريق بحجم النادي الاهلي اكيد هيكون في اكتر من مكيده له متدبره لي، وده يمكن اللي احنا برضو هنا دايما بناكد عليه لجماهيرنا في البيت الكبير، انه خلي بالكم يا جماعه من الاشاعات دي، وعليكم انتوا دور كبير، انتوا اللي عليكم الدور الاكبر اصلا، انتوا ما عليكم الدور الاهم في انكم تتصدوا لكل وانا بشوف على فكره ده، انا بشوف الرد كان المركز الاعلامي اللي بيرد، دي حقيقه فعلا لكل الاشاعات لكل المغالطات اللي ما اعرفش تطلع منين، يعني طلع اشاعه على حد مش زي سامي قمصان،
يعني ماشي افهم ان انت تطلع اشاعه على فلان سيم من الناس، لكن واحد بشخصيه سامي قمصان، وعشان احنا كمان هنا يمكن قربنا منه اكتر وعارفه انا قد ايه خلوق وسيرته يعني الحمد لله سابقاه، فما ينفعش ما ينفعش اي واحد كده هنطلع عليه كلام ونصدقه، يعني محاولات يائسه. وليه يائسه؟ لان احنا هنا يمكن بنرصد كل حاجه، بنوضح اي اشاعه واي اخبار تخص النادي الاهلي، فدي هتلاقوها كتير جدا في الفتره اللي جايه. والنهارده كمان يمكن في ذكرى تاريخيه عمرنا ما هننساها، عمرها ما هتتنسى من ذاكره جماهير وعشاء النادي الاهلي. النهارده ذكرى التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا الخمسه في تاريخ النادي الاهلي، وطبعا المباراه الماراثونيه دي يمكن اللي اكدت انه النادي الاهلي هو بالفعل ملك الدقيقه 90 وبيحسم بطوله قاريه خارج ارضه من يعني امام خصم عنيد هو الصفاقسي. شايفين حضراتكم الجول دخله ابو تريكه، ويمكن قدرنا نفوز في استاد رادس بهدف رائع جدا لابو تريكه في اللحظه دي، وده اللي الحقيقه انا بشوف يمكن منزله وقدر ابو تريكه بدات من هنا وبعد كده توالت عند الاهلاويه. كابتن صحيح طبعا هدف قاتل في وقت صعب جدا، واعتقد كل جماهير النادي الاهلي دايما عندها مباريات تاريخيه ما بتتنسيش. هذه المباراه في رادس هي من المباريات اللي عمر جماهير النادي الاهلي ما هتنساها. طبعا التعادل الايجابي كان في القاهره، وكان الموقف صعب جدا جدا، واستضفنا نجوم كان عندهم كواليس كبيره جدا عن مانويل جوزيه. واهم الكواليس اللي اتقالت ان حتى بعد مباراه يعني بعد مباراه الذهاب هنا في القاهره 1-1 كان اكيد كان في فرحه كبيره للصفاقسي في غرف الملابس بعد المباراه، ودخول مانويل جوزيه عليهم في بعد المباراة مباشرة وقال لهم كلمة، قال لهم افرحوا دلوقتي لكن احنا هناخد البطولة هناك في رادس. وده فعلا اللي اتحقق، وكان حاطط سيناريو اكتر من رائع. يمكن السيناريو ده يعني لو اتكلمنا عليه بيبقى من يعني من العجائب في كرة القدم، ان مانويل جوزيه كان بيشرح للعيبة احنا هنشتغل ازاي وهناخد الكاس دي ازاي. يعني بيقول لهم احنا هنلعب بطريقة هنقفل بشكل مميز، احنا هنكسب في الدقايق الأخيرة، وكل دوت وده كل ده حصل. وهي بطولة غالية على اللعيبة، وخلينا نتكلم ان كمان هذا الجيل العظيم اللي كان مع النادي الاهلي ومع مانويل جوزيه في الفترة ديت، اعتقد جماهير النادي الاهلي يعني ما كانتش يعني نفسها في حاجة الا وما جاتش. بنكسب دوري وكاس وبطولة افريقية وبناخد السوبر الافريقي وبنروح على كاس العالم، اسماء كبيرة جدا، وان شاء الله الاجيال دي بتتوالى، وان شاء الله الجيل الحالي ان شاء الله يكون عنده هذه القدرة على الإنجازات الكبيرة. فعايز أقول لك ذكرى جميلة جدا، ودايما جماهير النادي طبعا طبعا ان شاء الله خفال خير. يعني إن شاء الله يمكن احنا يعني بنحصد البطولات على المستوى الافريقي بشكل جيد جدا. البطوله اللي جايه بطوله كبيره، عندنا منافس قوي، لكن دايما الذكريات والتاريخ دوت بيدينا كمان بيدينا امل وبيدينا دافع. ومن المباريات التاريخيه طبعا على المستوى الفني، على مستوى على مستوى توقيت الهدف، على مستوى تحضير للمباراه. انت ملك الدقيقه 90 صحيح في اللحظه صحيح. دي يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ونتفائل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده كمان من الحاجات الظريفه جدا قوي اللي حصلت النهارده، ان كابيلو مدرب الاحمال اللي متواجد مع الفريق تحت قياده طبعا موسيماني، ولبعض من جماهير الناس النادي الاهلي شايفاه انه شبه محمد رمضان في رفاعي الدسوقي في مسلسل الأسطورة. فالنهاردة الجماهير كلها بتشبهه بالموضوع ده، وناس بتشوفه وتقول له أنت رفاعي الدسوقي، وحتى يمكن بعتت له تقول له أنت يا رفاعي يا دسوقي. فالحقيقة الراجل النهاردة عمل إيه بقى؟ الراجل النهاردة كتب عنده على حسابه الشخصي على انستجرام، أنا اسمي كابيلو مش رفاعي، وسأل هو مين رفاعي؟ انا الحقيقه انا عايز الجماهير هي اللي تدخل ترد، يعني هو دايما وحتى في النادي يا سهام هو ماشي في النادي بعض اعضاء النادي يعني انت عارفه روح الدعابه شويه في جماهير النادي الاهلي. هو طبعا ما يعرفش طبعا يعني محمد رمضان ومش متابع اي حاجه، فهو الراجل بيقول يعني يا جماعه انا اسمي كابيلو، يعني هو بيقول لك
كل متفائل بوجوده. خلي بالك يعني هو شخصيه مرحه جدا، لو هو كان دخل بشكل كده كوميدي وقال يا جماعه انا اسمي كابيلو مش رفاعي، فاحنا بنوضح له رفاعي ده ايه. لكن هو طبعا على المستوى المهني يعني مدرب بدني او لياقه بدنيه على اعلى مستوى، وشفنا ده من خلال حتى مباراه النادي الاهلي اللي فاتت، انه على قدر كبير جدا جدا من المهنيه، وبيحاول بقدر الامكان انه يجهز كل اللعيبه، وان هو كمان بيفكر مع موسيماني وجهازه الفني طريقه اللعب هتكون ازاي، لان كمان المعدل البدني لازم برضو الناس تعرف على حسب طريقه لعب المدرب، الناحيه البدنيه مرتبطه جدا جدا بالنواحي الفنيه، وانا في اعتقادي بتكون جزء كمان اهم من الفنيات شويه، لان لا اللعيبه ما تقدرش ولا المدير الفني يقدر يطبق الشكل الفني بدون ما يكون عنده ارضيه قويه جدا وهي اللياقه البدنيه. فبنقول وده دوره. طبعا ودوره بيقوم بشكل اكتر من رائع. طبعا ان حاله اللياقه البدنيه عند اللعيبه، وده اللي احنا يعني متوسمين فيه خير، وافتكر انه ظهرت بواده. لا ان شاء الله هو كل الكرون ما شاء الله كلهم محترفين. لكن هي لقطه بس كوميديه كده، والراجل بيعلق على السوشيال ميديا محمد يعني. رمضان يعني فرفعت في الاسطوره. يلا عموما نروح لاخبار الفريق الاول اللي هيعود ان شاء الله للتدريبات بكره بعد ما حصل اللعيبه على راحه من التدريبات النهارده. موسيماني كان بيفضل انه يمنح اللعيبه راحه لمده 24 ساعه، وزي ما احنا عارفين انه خلاص الفريق بيستعد للمباريات اللي جايه هتكون امام ابو قير للاسمده في كاس مصر، وطبعا المباراه الاهم وهي نهائي الافريقي اللي احنا كلنا مستنيينها قدام الزمالك المقرر ليها يوم 27 الشهر، وان شاء الله تكون مباراه للتتويج باللقب التاسع، والكل داخل ان شاء الله القلعه الحمراء بيستعد على قدم وساق علشان يحقق هذا الانجاز التاريخي للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. التوفيق لفرقتنا ان شاء الله في النهائي. نروح بقى من اخبار من النادي الاهلي لمنتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا الوطني بيستعد بقوه لمباراه توجو، والنهارده كان كمان في مباراه مهمه جدا، مباراه ما بين كينيا وجزر القمر. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي، وبكده ارتفع رصيد جزر القمر متصدره المجموعه لخمس نقاط، يليها طبعا كينيا ويليها مصر ثم توجو. طبعا النتيجه دي اعتقد نتيجه ايجابيه لصالح المنتخب المصري. ان شاء الله المنتخب المصري بيواصل استعداداته للمباراه المهمه امام توجو. ان شاء الله في حاله ان شاء الله فوز المنتخب المصري على توجو في المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم 14 هيصل للنقطه 5 ويتساوى تقريبا في عدد النقاط مع جزر القمر، استعدادا لمباراه كمان توجو الثانيه اللي هتقام يوم 17. وان شاء الله زي ما قلنا ان مباراتين مهمين جدا جدا في مشوار منتخبنا. ان شاء الله الحصول على 6 نقاط باذن الله بيضعونا على قمه المجموعه، وده الطبيعي ان مصر في هذه المجموعه جزر القمر كينيا وتوجو، اعتقد من الطبيعي جدا وجودنا على قمه المجموعة إن شاء الله. احنا عندنا تقرير خاص عن استعدادات المنتخب، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل أخبارنا في البيت الكبير. لا صوت يعلو فوق الاستعدادات المكثفة للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام البدري، فالجميع على قلب رجل واحد قبل مواجهة الذهاب أمام منتخب توجو على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. ويسير المعسكر المغلق للمنتخب الوطني وفق الخطة الموضوعة له من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو العودة مجددا لصدارة المجموعة، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين بعد جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط وكينيا برصيد نقطتين، وذلك بعد تعادل المنتخب الوطني في أول مبارتين أمام كل من منتخبي كينيا بنتيجة 1-1 وجزر القمر بنتيجة 0-0 على التوالي، بينما يأتي المنتخب التوغولي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة. ولذلك يجب على الجميع الالتفاف حول المنتخب ودعمه خلال الفترة المقبلة ليصل إلى صدارة مجموعته لإعادة الأمور إلى نصابها.
ويكفي الاهتمام غير العادي من قبل القيادة السياسية باستعدادات المنتخب الوطني الحالية والممثلة في دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على ثقته الكبيرة في جميع عناصر المنتخب والجهاز الفني خلال زيارته للميران أمس، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال مشوار التصفيات من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون، مؤكدا على دعم القيادة السياسية بالدولة لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية. وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستظل تقدم كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، لأن الشارع الرياضي في مصر ينتظر تأهل المنتخب بل والحصول على اللقب الإفريقي في النسخة المقبلة. ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على استاد القاهرة بكل قوة وتركيز، وشهد ميران اليوم حماسا غير عادي من جانب اللاعبين في ظل تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي أطفى جوا من السعادة والبهجة والإصرار عقب انضمامه للمعسكر، كما ظهر جليا خلال الميران اعتماد الجهاز الفني على أحمد حسن كوكا في خط الهجوم أمام توجو. وسبق ميران اليوم جلسة سريعة عقدها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري وطارق مصطفى وأحمد أيوب ومدرب حراس المرمى أيمن طاهر، أكد خلالها للاعبين ضرورة نسيان أي أمر لا يخص المهمة الموكلة إليهم من قبل جماهير الكرة المصرية والمسؤولين بتقديم عرض طيب وتحقيق نتيجة ترضي طموحاتهم خلال مباراتي الذهاب بالقاهرة والإياب، وعدم الاستهانة بالمنافس مع الوضع في الاعتبار صعوبة المواجهتين لعدة أسباب على رأسها وجود لاعبين مميزين، حيث شدد الجهاز الفني على أنه يراهن على رغبة اللاعبين في التغلب على الصعوبات التي تواجههم. ومن جانب اللاعبين يقوم كبار المنتخب الوطني أمثال محمد صلاح ومحمد الشناوي وطارق حامد وعبد الله السعيد بعقد لقاءات تحفيزية مفردة ومجمعة مع عناصر المنتخب لبث روح الإصرار والعزيمة قبل مواجهة توجو المرتقبة. وفي أحد لقاءاته باللاعبين في المعسكر أكد محمد صلاح على أنه لا يصح أن يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة، وعلى الجميع التضافر والتعاون من أجل العودة مرة أخرى للمكانة المعروفة عن المنتخب الوطني. وقال صلاح للاعبين إن هذا لن يتحقق إلا بعزيمة جميع عناصر المنتخب من لاعبين وجهاز فني وإصرارهم على تحقيق نتائج طيبة وإنجاز جديد للمنتخب يسطر في التاريخ بأسماء الجيل الحالي من لاعبي المنتخب. أعتقد أن الجيل ده هيكون من أفضل الأجيال اللي جات على تاريخ المنتخب الوطني. يمكن احنا بنعتبر، وده كلام هنتكلم فيه بالتفصيل مع هاني العجيزي او استاذ عصام شلتوت، انت النهارده يمكن الماتشين بتوع توجو في ناس كتيره جدا بتعتبرهم التحدي الابرز لكابتن حسام البدري بعيدا عن نتائج الماتشين الاخرى له. انت كان غايب عنك عناصر كتير كان ابرزهم صلاح، انت النهارده عندك الشناوي، اول لعيبه كلها مميزه طبعا، انت بتتكلمي على اجيال يعني ناس مهم. عندك تقايل يعني احنا هو ده يعني هو افتكر ان هو ده يمكن التحدي اللي قدام كابتن حسام البدري هو دلوقتي. طبعا هو يعني احنا طبعا في حاله معنويه هايله جدا، وكابتن حسام البدري يمكن في اخر مؤتمر صحفي قال الحاله أحسن كمان من الحالة اللي بدأ بيها مشواره مع المنتخب، كان في حالة من أنواع التأخير شوية أو عدم انتظام المسابقة بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا ونأكد أن عودة الدوري كان مهم جدا للكابتن حسام البدري. لعبتنا في على المستوى، المحترفين كلهم في أعلى مستوى، حتى اللعيبة على مستوى النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز، أعتقد هم دول أساس القائمة للكابتن حسام البدري، كلهم على مستوى فني عالي جدا. أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله إن ماتشين توجو بإذن الله هيرجعوا يعني هيترجعوا الخريطة لطبيعتها العادية جدا بتصدر إن شاء الله مصر لمجموعتها. لسه مع أخبارنا طبعا مع المنتخب الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب
لكرة القدم، أكد طبعا أن في إجراءات وقائية على أعلى مستوى طبعا داخل معسكرنا، معسكر منتخب مصر، باستخدام طبعا البروتوكولات العالمية للوقاية من انتشار طبعا كورونا. ووضح أن وجود تجديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف طبعا عن أي أعراض مبكرة، وذلك بما يواكب طبعا أحدث أنظمة العالم في اكتشاف المرض أو في الإجراءات الاحترازية. أضاف طبعا طبيب المنتخب أن الإجراءات ديت بتبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته، بالتعرف على حالته الصحية ومعرفة أي أعراض من خلال طبعا الإجابة على بعض الأسئلة. فيه بيكون معاهم أبليكيشن كده، الأبليكيشن ده مع اللعيبة، لو حس بأي حاجة بيبدأ يعلم عليه، وبالتالي الدكتور مع متابعته اليومية بيحاول بقدر الإمكان يكتشف مبكرا لو في حتى لعيب سخن شوية، أو بيكون كل دي إجراءات وقائية حتى قبل ما يعني يكون في أي مسحة ويكون هذه المسحة إيجابية. زي ما بنقول عايزين كل صفوف المنتخب إن شاء الله تكون على أعلى مستوى وفي أعلى صحة إن شاء الله إن شاء الله للعبور، عبور يعني مباراتين توجوا على خير بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هم عملوا دلوقتي مسحتين قبل حتى يمكن بداية المعسكر المفتوح، وواحدة تانية قبل برضو بداية المعسكر المغلق، فإن شاء الله يا ربنا يوفقهم إن شاء الله بإذن الله. يعني. نروح للأخبار العالمية وهنبدأها بالأزمة، الأزمة الجديدة اللي نشبت ما بين نادي برشلونة الإسباني ولاعبه السابق نيمار لاعب باريس سان جيرمان حاليا. والأزمة دي جت بعد ما اكتشف النادي الكتالوني اللي بيمر بأزمة مالية طبعا طاحنة، أخطاء في حسابات الضرائب تتعلق بنيمار. زي ما بيقولوا طبعا في مشكلة كبيرة طبعا في برشلونة، كلنا عارفين الأزمة المالية اللي بيمر بها برشلونة، وكان في مراجعة الحسابات بشكل أو بآخر. فطبعا اكتشفوا من خلال مراجعة الحسابات ديت ان نيمار عليه بعض الجزء الضريبي لم يسدد، حتى وصل ل 10 مليون يورو. 10 مليون يورو ده مش تهرب ضريبي لكن غلط في الحسابات، وبيرجع برشلونة بيطالب اللاعب نيمار بهذا بقيمة هذه المبالغ الكبيرة 10 مليون يورو. تعالوا نشوف تقرير عن الموضوع ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. أزمة جديدة نشبت بين نادي برشلونة الإسباني ولاعبه السابق البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بعدما اكتشف النادي الكتالوني الذي يمر بأزمة مالية طاحنة أخطاء في حسابات الضرائب تتعلق باللاعب البرازيلي. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة طالب نيمار رسميا بدفع 10 مليون يورو فارق مبالغ حصل عليها بطريق الخطأ ومستحقة للنادي والضرائب. وهدد برشلونة باللجوء إلى القضاء للحصول على المبلغ من نيمار الذي لم يعلق على الأمر، وواصل تدريباته العلاجية في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لجولة جديدة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة. وسبق لنيمار أن رفع قضية ضد البارسا يطالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو كمكافأة توقيع عقد جديد قبل رحيله بعام واحد، لكنه خسرها. لازم يدور في دفاتره القديمه. طب يعني برشلونه بيحاول يلم اي حاجه، نيمار صحيح وكل حاجه بس لا مش هيتساب. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل الاستاذ عصام شلتوت في اول فقره من فقرات البيت الكبير. اهلا بحضراتكم مره تانية، واول فقرات البيت الكبير مع الناقد الرياضي المميز ومستشار طبعا التحرير لموقع القاهره 24 الاستاذ الكبير عصام شلتوت. مساء الخير يا استاذ عصام. مساء الخير يا كابتن هاني، على حضرتك وعلى كل جمهور قناه النادي الاهلي، وانت كمان كابتن هاني ربنا يخليك الكبير كرويا وفنيا وفي كل حاجه. ربنا يخليك، منورنا يا استاذ عصام. يعني عندنا شوية ملفات كده برضو عايزين نعرف رأي حضرتك. نبدأ بأول يمكن حاجة طبعا الإعلان الرسمي لصفقة طبعا بدر بنون اللاعب المغربي لصفوف النادي الأهلي. شفت الصفقة دي إزاي وتأثيرها على التدعيم بشكل عام للنادي الأهلي في إن شاء الله الموسم اللي جاي؟ طبعا صفقة يعني من العار الثقيل. بدر بنون لعيب كورة، بدر بنون ينفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا بنتكلم عن قيادات الخطوط، ان كل خط كده له قائد. هو بالضرورة مناسب جدا للكرة الحديثة، من اول ما عدلوا فكرة انه اللعب يبدأ في ضربة المرمى من غير ما تخرج زي ايامكو خارج ال 18، وبالتالي سلم واستلم،
هو كمان بيفكر كويس قوي الكره معاه، كمان مواكب طريقه موسيماني. موسيماني واضح ان هو من ابناء نفس المدرسه، حتى لو ما كانش فيه تعديل اعتقد ان موسيماني دي كورته. صحيح. الكره اللي مخلوطه بين البرازيل واوروبا زي ما قلنا قبل كده عن موسيماني يعني. وبالتالي طبعا صفقه ليها مدلول كبير جدا، بس هي كالعادة النادي الأهلي لا يشتري يعني لمجرد الشراء أو إرضاء قاعدته أو قواعده الجماهيرية بمجرد صفقات، مع المناداة لأنه الصفقات يعني في العشر سنين أو في العقد الأخير بقت ضمن أدوات الفوز يعني، وكأن الذي يفوز بضم لاعبين جدد ده كده مبدئيا فتح كلام أكنه نجح في شيء ما، أكنه بيسعد جمهوره. أكد كلام حضرتك في الجزئية ديت، وهسيب حضرتك تكمل. إن عملية التحضير للموسم من أهم مراحل التحضير على مستوى العالم. يمكن يورجن كلوب كان عنده يمكن لقاء صحفي وقال سبب السنة اللي فاتت سبب نجاح وتفوق ليفربول إيه، فقال هو التحضير المبكر لصفقاتنا وخططنا في الملعب من بدري شوية، وده اللي بيقوم بيه النادي الأهلي. جزء التاني إن يعني طبعا أيد برضو حضرتك، لأن في الفترات اللي فاتت أستاذ عصام وأنت أكيد متابع جماهير النادي الأهلي بتقول لك دايما النادي الأهلي طب أنت بتبص ليه لرأس الحربة والخط الهجومي، إحنا صحيح. محتاجين حد في الدفاع. فوجود بدر بنون إضافة مع طبعا كل اللعيبة المميزين في خط ظهر النادي الأهلي، بيكام كمان أنت عارف لاعب وادي دجله كمان بيقوم بدور اللي حضرتك بتتكلم عليه، يقدر يبني من تحت. فكلها دي بالظبط نفس الطريقه في ده يتماشى مع فكر موسيماني وسياسه النادي الاهلي. بالظبط يتماشى مع سياسه النادي ويتماشى مع فكر المدير الفني، اللي طبعا يعني انا مره قلت لحضرتك لو فاكر، لو قدر مثلا لعصام شلتوت، مش هقول اي شخص وخلاص، انه يكون المدير الفني للنادي الاهلي فهو يعامل معامله يورجن كلوب، يعني له مطلق الصلاحيات. صحيح. ما عدا العبث بمستقبل النادي الاهلي طبعا. يعني ما فيش حاجه اسمها يمشي هاني وعصام، لكن لا يلعبها لا يلعبها بتاعته يعني، مش السنه دي مش معايا السنه دي مش معايا، ماتشي مش معايا ماتشي مش معايا. وبالتالي الاختيار لما يتوافق مع اثنين مدربين فايلر ثم موسيماني، كمان التركيبة الكروية الجديدة اللي بقى فيها مش بس الإشراف على الكرة وهي عادة النادي الأهلي ولجنة كرة، لكن المرة دي كمان دخل فيها سنس وكأنك بتتعامل مع المدير الرياضي. لكن مين بقى المدير الرياضي؟ كابتن خطيب، كابتن محسن صالح، والمدير الفني، يعني كمان مدير رياضي، يعني تريبل مدير رياضي. وبالتالي اختيارات ابدا ما فيهاش غير ما يحتاجه النادي حقيقه. وبالتالي في ظل ظروف اصابات كثيره جدا، وكان الخط ده في النادي الاهلي يعني التوفيق مش حبيبه شويه، وجي بدري بنون يحل الحكايه دي، وهي احتياجات النادي الاهلي ان انت يبقى عندك في نفس المكان نجم ونجمين، حط بقى بيكهام في نفس الزاويه، وفرصه ان احنا نقول لجمهور النادي الاهلي ما تسمعش للي بيقول لك الصفقه مهدده والصفقه متوقفه، قد يعني تعي جيدا كاهلاوي ان النادي الاهلي لا يعلن الا حين الاعلان عن يعني الصوره اللي هي الصوره الرسميه. صحيح. لكن صحيح. لا بيكهام خلاص، بيكهام تقريبا بيركن عربيته عند النادي الاهلي يعني. وبالتالي لا كان موجود يعني الكثير من المدافعين، لكن ان تختار مدافع نموذجي ده اللي كان اعتقد هدف النادي الاهلي في صفقه بدر بنون. ان شاء الله يكون اضافه طبعا مع عوده سعد سمير، محمود متولي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، يعني هتعود فكره الفرقه الكبيره التي تمتلك مزبوط. في كل مكان زي ما بنتفق انا وحضرتك دايما، ما عندهاش بدلاء، عندها رصيد في بنك الاحتياط. صحيح صحيح. وحاجه من النقطه دي لحضرتك وهاخدها، طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، وبالتالي لازم قائمته تكون على مستوى هذه البطولات بعدد كبير من النجوم طبعا. وهاخد حضرتك لطبعا القرار للجنة الخماسية بمد القيد المحلي ل 30 نوفمبر، بعد ما كان طبعا بعض يعني طلع قبل كده قرار انه هيكون 19. فبرضو يعني بعد جلسة كابتن محمود الخطيب و شرح وجهة نظره مش بس للنادي الأهلي، لكن على مستوى كمان على مستوى الزمالك، بيراميدز، بنتكلم على المقاولين. فشايف حضرتك هذه الخطوة من اللجنة الخماسية ازاي؟ هنشكرهم برضو، احنا ما بنقول هناك نواقص، هناك
ما يستدعي لفت الانتباه، مش هقول النقد، بنعمل ده. فالحقيقة انهم ينصاعوا لفكر احترافي حقيقي مشكورين يعني، ومشكورين اكتر انه لما كابتن حمود الخطيب راح واتكلم معاهم في وجوبية ان الحسبة تبقى صح، خلاص تراجعوا فورا عن اللي كان مقدمه يبدو المدير التنفيذي او شيء من هذا القبيل بعيد عن الفنيات. لانه انت لما بتعمل ده مش بس هتهدر يعني ما يسمى بميزانية الاندية، مشتريات عقود لاعبين زي بدر بنون وغيره كان هيستنى لشهر فبراير، وبالتالي انت تعطل راس مال النادي. لكن الاهم الدرجات ما دون الممتاز بتنتظر قوائم الكبار علشان تقدر تغذيهم. طيب لو انت بدات بيه الدرجتين الثانيه والثالثه، وده اللي مطلوب بقى انهم يعدلوه انتظارا لي يعني قوائم الكبار، واعتقد ان ده اللي هيحصل علشان يقدر هو كمان يتغذى على فوائد احتياجات الانديه دي. وبالتالي قرار يعني حكيم، مش هقول شجاع لانه مش محتاج شجاعه، ومحتاج حكمه انك لما تلاقي حاجه فيها خطا فورا تقوم بالتصويب او بالتصحيح. وده حصل لتاني مره بصراحه يعني. بالزبط. اول مره كان برضو كان النهائي يوم 6 فكان اخر القيد 4 وبالتالي مدوا القيد. مستحيل، خاصه وان قواعد الفيفا بتقول الاتحاد الاهلي يلزم الفيفا فقط بتاريخ، يعني لا هو بيقول له 9 ليه ولا 18 ليه. وفي نفس الوقت اصلا المد يجب ان يكون، ومن فضل الله عندنا انديه كتيره هي بتلعب قاريا، انت اصلا رايح على قيد افريقي في 15 فبراير، طب انت ليه ما تتوافقش؟ اصلا ديسمبر كله موسم لازال مفتوح قاريا وعالميا، طب احنا ليه بنروح في سكه وكاننا يعني على اطراف الاحتراف، مش هقول هو. وبالتالي التصويب في محله، مشكورين عليه يعني. مشكورين عليه. وكمان ده كان ليه تبعيه او كمان خبر بالنسبه للاتحاد الافريقي والقوائم، القوائم انت عارف اعتقادي الشخصي كان بيبقى ملائم لموسم استثنائي اللي احنا مرينا بيه. كمان الاتحاد الافريقي بيفتح بمعنى صح بيفتح قائمه الانديه المشتركه في البطولات الافريقيه لاكثر من 40 لاعب، يعني هم بيقولوا الحد الادنى 33 لاعب دي في الفتره الاولى ويضاف كمان سبع لعيبه في القيد الثاني في الشتوي. ما هنا بقى تحس ان الناس مهما بنقصوا احيانا على الكاب في بعض النقط، لكن الحقيقه هم عندهم لجنه فنيه بجد. صحيح. عندهم مش خيال بقى، عندهم اجنده بجد، عندهم حد بيفكر تفكير يليق بمكانه القاره الكرويه امام العالم. وبالتالي هو ارتقى ان جائحه كورونا ما فيش كنترول عليها، يا رب يعني يرفعها عن البلاد والعباد وفي كل الدنيا. وبالتالي انا ليه استنى قرار استثنائي لو استمرت الجائحه في العام 21؟ يا سيدي ما انا اعمل الفرايتي ده، وفي نفس القرار انا باخد مع النادي خطوه بتخليه بيصعد 10 لاعبين من قطاعه. طبعا لو احنا زي بره والشركات شغاله تستطيع ان تتعاقد ما دمت بتودع، يعني ما فيش حاجه اسمها قوائم، في حاجه اسمها تسجيل وفقط. انت بالزبط. تستطيع ان تمتلك عقود ل50 لاعب ما دمت تجد مصروفهم، ما دمت لا يذهبوا نحو شكوى يعني يا كابتن هاني من اللعب من عدم التوافق بقى الاداري بقى في عقود احترافيه حقيقيه يعني. صحيح. وبالتالي طالما احنا ما عندناش الخطوه دي، طيب اهو الكاف عمل لنا الرؤيه دي، وبالتالي يعني ما اجمل ان انت كنا بنعملها كده لما يجي حد من بتوع الكره الفهمانين شويه فيقول لك ايه وخمسه من قطاع الناشئين، كانه بيمررها سرا يعني. صحيح. لا يا سيدي ما تحطها رولز، ما فيش اي مشكله، زي ما بتفتح ابواب القيد انت كمان لازم تعد يعني كتيبه الشباب دول ما بقوش صغار خلاص، في عمر ال 17 وال 18 نجوم محترف. منتخب البرازيل اللي بيلعب هنا المنتخب الاولمبي مع نجم ريال مدريد رودريجو. صحيح. وبالتالي انت بتتكلم في شريحه هي يعني لو ما احترفش دلوقتي ولما بقاش في الفريق الاول دلوقتي خلاص فليذهب الى شريحه اخرى او كاتيجوري تاني، يعني ما يبقاش بقى مع الناس اللي هي سكان المنطقه السداسيه مش هقول الرباعيه. وبالتالي انت يعني خد من ده بقى، وده اللي كنت بقوله مع حضرتك، نفسنا مره نترجم يعني ما ناخدش على عاتقنا ان احنا نعمل بحثيه
في لائحة مثلا، يا سيدي ترجم الخمس لوائح الكبار إلى اللغة العربية وهو أسهل بكثير، خد من الاتحاد الأفريقي ما يمكن أن يكون نقلا عنه وطبقه، وشيل الأشياء التي لا تناسب مجتمعنا والحاجات اللي صحيح بيخوفونا صحيح بيها دي. ومحدش قال غير كده، محدش قال نقامر، محدش قال يعني يبقى في إعلانات خمور، يبقى في إعلانات يعني للسجائر أو الدخان وكذا. يا سيدي شيل كل ده وهات الباقي. انت ليه عايز تعمل الجمعيه عشان تفكر في لائحه، بينما اللوائح تم اختراعها. احنا عايزين يعني مش هنخترع العجله، المثل العظيم ده، احنا عايزين نسوق العجله زي كل الناس اللي بتعرف تسوق عجل كويس. طيب. ونسيب ايدينا احيانا، مش افضل بقى ادور على طريقه لقياده العجله، هي طريقه واحده ملهاش تاني. وبالتالي اهو في حراك، امل ان الاتحاد المنتخب القادم يكمل بقية الحاجات اللي كانوا على سبيل يعني القاعدة ومستأنسين بالكابتن الخطيب في الجبلاية، فتحوا الكلام وإن كان معلومات إن قال لهم ده مش يعني نفس الحكاية، مش هيبقى في قاعدة اللي هي فكرة بقى إيه رأيك في بعض بنود اللائحة احترافيا وإيه رأيك في الرابطة. هو في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها الأول نعرف الرابطة. أنا مش بقلل يعني ده حصل في كواليس كابتن الخطيب يعني. القاعدة ما تكلمش بس على القيد، لكن تكلم يعني على مستقبل الكرة في مصر. الله عليك الكابتن قال لهم يعني لما تتكلموا عن خطوات مستقبلية هي جادة جدا، لكن يا جماعة ده محتاج الأول تشوفوا احنا خلصنا رخص الاحتراف ولا لا، في جمل مقتضبة يعني. يا جماعة لازم تشوفوا هي الكرة تبقى شركات ولا لا، يا جماعة لازم تشوفوا القاعدة اللي على أساسها يبقى في رابطة أندية محترفة، لأن دي ما انا اسف جدا مش هينفع فيها ناسنا بتوع الكوره الموثوق فيهم جدا وكذا. انا بس خايف يعني مش عايز اقول اسم لان الناس تفكر ان هو كان يعني عندنا كم اسم، الحاج محمود الشامي مثلا، السيد جمال علام واخرين من الجيل ده يعني اللي هو يقول لك ايه الحاج عامر حسين، طب ما نجيب ده الرابطه. لا ده الرابطه مش حكايه شخص امين وفاهم اللي هو من المتطوعين، ده الرابطه دي يعني مسوقين يعني ناس فهمانين، يعني ممكن تقول له مرتبك جنيه يقول لك لا انا من ابو خمسه وحاجات كتير كده حضرتك عشتها. اكيد عشان كده الكابتن بتأدب يعني شديد هو معتاد عليه، قال لهم انه ده الاول محتاج ان تدرسوا المناخ اللي هتبقى فيه رابطه انديه محترف، الشروط اللي على اساسها هيبقى فيه رابطه انديه محترفه، ليست عناوين تطلق وفقط. وبالتالي اللائحه كمان مكانها مش جلسه سريعه، كان أساسها القايمة، لكن أن ترسل وتناقش وكذا. اللي ممكن تقول الواحد بحاج محمود الخطيب يعني نجما كرويا فنيا وإداريا أيضا، اللي ممكن تقوله له أنه مثلا لو على سبيل الحكي يعني أنك تقول له طب إيه رأيك أن احنا مثلا عاملين تقليص عدد الأندية، أكيد هيقول دي حاجة كويسة، لكن أكيد يعني كان هيقول لهم طب التصنيف تم على أساس إيه، طب مين يبقى بصوت، مين يبقى كذا، طب يا ترى ال 95 هيقترع او ال 96 على كل الحاجات، ولا زي ما هيكون هنا ده بيقترع في الممتاز، التاني بيقترع في الدرجه الثانيه، اللي بنامل بقى ان ما بقاش في الف وب دي بقى كتير قوي علينا كده كابتن بصراحه. لا يعني انت حضرتك بتفتح ملفات جوه ملفات مهمه جدا جدا، وبتتكلم على ان شاء الله كل الامل على الانتخابات اللي بالنسبه لاتحاد الكره اللي جايه، ووجود طبعا زي ما اتكلمت رابطه الانديه المحترفه بشكل كويس وتراخيص الانديه المحترفه. ما هو ده الربط بقى، ما هو ده الربط يا كابتن، لانه يعني ومن قناه النادي الاهلي لعيبه كتير قوي بحكم الود والروابط الاسريه بين اللاعب المحترف وماما النادي مشكله. اللاعب بعد في الشهر الثالث هو براء من العقد ما دام مرتبه مش في البنك. ده بقى ايه اللي بيحصل فيه في كل العالم؟ اللاعب ياخد حقه اللي هو يبقى فري. ايه اللي بيحصل في مصر؟ ما انا مش مع اللجنه دي الحقيقه، ده على امتداد، ده على مستوى يعني امتداد طبعا، يقعدوك في الاوضه الضلمه ويكلموا النادي هات قرشين كده وتعالى عشان نحل لك مع الولد. ما فيش حاجه اسمها كده يا كابتن. تحقيق. لا خلاص انت تحتاج ان تصبح زي بقيه مصر، تصبح نسخه دوليه حقيقيه مش شبه العالم في حاجات وحاجات تاني بتسويها كده ايه بالجدعنه وان كان ده مطلوب احيانا على فكره، انك تحلل بدايه مشكله او تحلحلها بما بين الناس من ود او ثقه، لكن على ان تذهب فورا نحو اللوائح والمكتوب منها كمان مش الشفهي. وبالتالي لا احنا بينتظرنا عمل كثير، احنا في عامل مئويه الكرويه لاتحاد الكره المصري، احنا داخلين على اتحاد منتخب يعني قواعد، يعني انا النهارده مثلا نادي بيدش اللاعب
فبعت لهم من موقع القاهره 24 زملاء يغطوا. اول حاجه قال لهم ابو خلوا الكابتن شلتوت ما يقطعش، لاني اتكلمت عن ميزانيات ووجوب ها انه الاموال تعرف يعني اللي هي الحاله الاحترافيه. هو الحقيقه بيقولها بتادب وبضحك وبتاع، بس هو انا عملت ايه؟ ده انا بقول يا اخوانا الكوره 1 2 3 4 مفيش بقى حد يقدر يجلي بند منهم، وهذا ما نامل فيه، وده اللي انا اعتقد ان الدوله المصريه هتطلبه، لانه هي ما تتدخلش فنيا طبعا عشان فكره التدخل الحكومي، لكن ان تطلب كما طلبت لجنه تخلي الاتحاد بتاعنا زي الاتحادات في كل العالم، هي ايضا لابد ان تطلب ان الاتحاد الجاي يبقى في دوري محترفين حقيقي، يبقى في لوائح حقيقيه. ده بقى الاختصار. اعتقد كل اللي بتكلم حضرتك على دي عمليه اراده طبعا. الاراده لما تكون لازم الاراده تكون موجوده، وزي ما حضرتك بتتكلم احنا ليه ما نجيبش يعني التوب 5 بتاع يعني البريمير ليج بيشتغل ازاي، البوندسليجا بيشتغل ازاي، ونحاول نطبق جزء كبير من هذه المنظومه، وبالتالي نحط رجلينا على يعني على الاحتراف الحقيقي. يعني لغايه دلوقتي بنتكلم بكل امانه، لو اتكلمنا على ملف كره القدم في مصر ليس هناك احتراف حقيقي على مستوى الاتحاد او على مستوى الانديه بشكل طبعاً كبير جدا طبعا. ما انا بقول لحضرتك الرابطه لابد ان يكون لها مسوقين يا كابتن. اصلا الاتحاد اصلا المنتخب اعتقد لازم يبقى زي كل الاتحادات، لازم يكون ليهم مخصصات، لا لازم يركب فيرست كلاس ما ينزلش من الدرجه الايكونومي، علشان لما يبقى ليه مخصصات مقابل استغلال فكره الكره ستنتعش خزائنها، بدل ما يبقى ده بيقول على اصله خد تذكرتين، ده اصله مسفر ابن اخوه معاه فقعد في الاوتيل في اسكندريه عشان يروح الماتش بالدرجه اللي هي، ما كل ده محلول وليهم مخصصات وليهم دعوات ويقدروا يصطحبوا الزوجات، وكلنا بنشوف ممثلينا في الهيئات الدوليه دي كيف يعيشوا هذه. بس كل ده تحت قائمه اللوائح والقوانين الإرادة. هي بالظبط مصر مش اقل انها تطبق اي حاجه. لا طبعا احنا قادرين على ده، ودايما انا شايف ان يعني احنا في ناس عارفه الكلام دوت، وحضرتك دايما بتنادي بيه، والمسؤولين عارفين. يمكن كان في بعض المصالح الشخصيه بتخش في ان احنا مش عايزين نمشي على الطريق الصحيح، فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه مع انتخابات اتحاد كوره جديد ان كل الامور دي تتصلح بشكل جديد. ولو جينا سيره الانتخابات اكيد كمان هنخش على انتخابات الكاف. انتخابات صحيح. الكاف طبعا اعتقد يعني الامور مشتعله جداً. عايز حضرتك تكلمني على الباشمهندس هاني ابو ريده واعلانه امبارح ان هو لن يترشح على يعني على كرسي رئاسه الاتحاد الافريقي، ولكن يتمسك بترشحه لمقعد في الفيفا. انت طبعا يعني عاصرت هاني ابو ريده كما عاصرناه، يعني شخصيه محترمه وجديره بالاحترام طبعا، ثعلب. وكويس ان هاني رمزي في قناه النادي الاهلي بيقول انه رجل يعني جدير بالاحترام، لانه برضه للامانه دائما، لان انا شفت يا استاذ انا بقول لحضرتك دائما ما يجلد ويقول لك ما بيعملش حاجه للاهلي بيعمل لفلان، انا بتكلم منتهى الصراحه ما بيعملش حاجه لمصر، بينما ما حدش بيمثل بلده. يعني العربي المصري هاني ابو ريده فخر لمصر انه يمثل منطقه زون في افريقيا، مش فاكر بيبقوا كام دوله بيبقى هو مسؤول عنهم. العربي مثلا الجزائري عشان راجل اخونا الكبير وانا بحبه جدا حاج روراوه قبل ما يسيب يعني الكاف، كان يمثل برضو كعربي جزائري زون افريقيا يا كابتن هاني، وبالتالي دول بيدافعوا عن المناطق دي وبيكسبوا ثقتها. لكن وجودهم في الكاف او في الاتحاد الافريقي طبعا معناه الا تظلم مصر. كابتن جوهري زمان جالنا الله يرحمه في 2004 وكان هاني مترشح افريقي ودولي، وطبعا حصل علينا هجمه يعني شعواء وهددنا انا وشوقي غريب وعلاء عبد العزيز واللواء علاء مقلد، لانه كان المنافس سليم شيبوب، وما ادراك ما سليم شيبوب في مرحله نتمنى الا تعود لها تونس، يعني مرحله الرجال اللي بيسيطروا على الدول يعني. هددنا ففاز افريقيا فزعلان لانه كان مربط كويس قوي، والدوله المصريه هنا بقى استثمار مصر في الشخصيات الدوليه زي الدكتور حسن مصطفى زي المهندس هاني ابو ريده. فماذا حدث؟ قال هاني الله يرحمك كابتن جوهري وانت عارف طريقته، احنا كنا زمان بندور على سواق فرح قده وهو عايش في مصر، النهارده عندنا كرسي جوه يا هاني. مظبوط. كمل يا هاني، بلدك استثمرت فيك وانت عارف وطنيه كابتن جوهري. وبالتالي هاني الثعلب الكروي بخبراته واحد من اهم اربعه في العالم، ارادة من رضى وابى من ابى. لا هو دلوقتي كيف يعني يخرج؟ اولا القاره السمراء لا تقبل بسهوله
أبيض الوجه، لا البشرة السمراء تسيطر. مصر حين أسست الاتحاد الأفريقي الزعيم خالد الذكري جمال عبد الناصر لما ادوله كله تمام، وأن غانا والسودان مع مصر بقوا الاتحاد الأفريقي، وكان أعتقد اللواء عبد العزيز عبد الله سالم كان يفترض هيبقى مطروح ومحدش هيقول لا رئيسا، قال لهم لا فليكون الرئيس من القارة السمراء، وبقى العرف كده حضرتك فاكر طبعا. مع ان مثلا اللواء الكسار السيد علواني رحمه الله كان اسمر، لكن لا سمره افريقيا. وبالتالي ادي حاجه. الحاجه الثانيه، ماذا لو لم يخرج احمد من السباق؟ هيكون ايه الموقف؟ هذا الرجل الذي دعمت وجوده مصر لكسر الفساد كان داعم قوي جدا صحيح، والدوله المصريه توافقت مع رؤيه هنا بوريدة لان هو سافرها في المنطقه دي، ومن ثم طب لو الراجل ما خرجش من السبق، وهو بيتقال ان في دعوات قد تخرجه وكذا، لو ما خرجش من السبق، طيب الاهم والاولى ان انا واحد من اربعه. هل تعلم، خلينا نحلم، ان انا بوريده اذا انفنتينو كان في بعض القضايا برضو اذا عزل هو الرئيس، يعني في محل الرئيس للفيفا هو الاقدم بالمناسبه يعني لتولي يعني المسؤوليه في حين ترشيح رئيس لحين ترشيح، ادي حاجه. ده طب ما ده ينقلك لحلم تاني، عرب افريقيا واسيا، بعض الدول المتوافقه معنا والدول وانت عارف بتعمل في هذه الانتخابات لانها صحيح. بتستثمر في رجالها، يعني الكره مخلوطه بالسياسه، انت ممكن ترشحه هناك زي الامير علي بن الحسين ما ترشح قبل كده مره وكان تشريف لينا وخد اصوات كبيره الحقيقه. وبالتالي احنا ليه بنستقل نفسنا وليه ما نفكرش بذكاء كده؟ في معركه هتحصل في القاره كمان، اللي دخلوا انا الاسماء مش حضراني بس اغلبهم مليارديرات يا كابتن علي، منهم طبعا رئيس النادي جنوب سان داونز طبعا، وهذا الرجل يعني من اهم اصحاب محلات الالماس في العالم صحيح. مش هقول تاجر ماس لحد يفكرني بقولها يعني بلغه اخرى يعني، لا هذا الرجل ملياردير. واثنين تاني برضو، في واحد تاني من كوت ديفوار ملياردير ايضا. وبالتالي لا، الخناقة دي مش بتاعتنا، لكن الخناقة دي مصر تخش تحجز زي ما عملت مع أحمد. مصر تظل هي الريادة، تظل هي من يصل بحاكم كروي أفريقي لكرسي الرئاسة لا بأس، فيصبح نائبه الأول مصري أو عربي النائب الثاني زي ما بتتكتل اللي انت عشتها من مغرب تونس جزائر. وبالتالي نظل احنا من يحرك مش بس بمقعد الرئيس، اعتقد دي حزبة هانا بوريدة الذي اعرفه يعني. وبالتالي لا، القصة ماشية كده في طريقها السليم، يعني الفيفا اضمن واهم، ثم وانت عضو فيفا انت بالضرورة موجود في مقعدك الافريقي اكيد، وعلاقات الباشمهندس هاني يعني بتسنده في الجزئية بشكل، واحنا كمان كمصريين يعني طبعا نكون على المستوى، على مستوى يعني على مستوى مصر، انك عندك عضو ما زال بقاله فترات طويله جدا جدا في مقعد الفيفا، وان شاء الله يكون ليه كمان مقعد خلال الانتخابات اللي جايه، فده شيء زي ما حضرتك بتقول بيشرفنا كمصريين. وانا عارف وحضرتك عارف بعض المجهودات الكبيره جدا اللي كان بيقوم بيها المهندس هاني بوريده بدون الاعلان عنها وبدون تفاصيل صحيح يعني. والناس بتشوف صوره مع كابتن خطيب، مع كابتن حسن حمدي، مع اسره الاهلي زي ما بيشوفوه مع الزمالك، سيبك من ضبابيه المشهد يعني، اعتقد ما كان سيتحدث هاني رمزي في قناه الاهلي الا لو هو عنده الصوره السريه اللي لا الاهلي بيطلع يعلن عنها ولا هاني بوريده بيطلع يعلن عنها صحيح. وبالتالي كان مساند بشكل كبير كل المنتخبات كل المنتخبات حد. كمان على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات من زمان جدا جدا كان بيساند المنتخب، وفي فترتي انا منتخب الاولمبي كان سبورت جامد جدا مع الكابتن شوقي غريب، وكذلك كل ده لمصلحه مصر ومصلحه المنتخب والكره المصريه بشكل عام يعني. والا الدوله ما كانتش تاخد برؤيته في اكثر من بطوله وتستثمر حتى في وجوده. وده برضو اللي بقوله للجمهور، لا يمكن ان يتحدث هاني رمزي بهذه الطريقه في قناه النادي الاهلي، وليس بقى هذه المره عشره وحب في هاني بوريده الا وانت تعرف الكثير عن علاقته بالانديه، لكن باعتبارك انت اهلاوي فعارف علاقته بالنادي الاهلي، واعتبارك دولي عارف ما يقدمه للاعبين الدوليين، ما يقدمه للمنتخبات صحيح. ان كان يعمل في
منظومة اتحاد الكرة يعني. صحيح. ونروح للمنتخبات يا أستاذ عصام، ويمكن النهاردة كان في مباراة ما بين كينيا وجزر القمر، احنا عارف مجموعتنا تعادل 1-1، أعتقد دي نتيجة إيجابية في صالح منتخبنا. شايف الخطوات كابتن حسام البدري واستعداده لماتشين توجو، ورؤية على المستوى الفني إن شاء الله للماتشين دول؟ احنا هنفضل يعني مصرين إن احنا نواصل دعمنا للكابتن حسام لغايه ما يخلص ماتشاته ثم نقيم. ما حدش يخش دلوقتي، خاصه ان احنا لا محللين ولا يعني كارنا او صنعتنا ان احنا مدربين، احنا اعلام بنلقي الضوء احيانا قبل الاختيارات، بعد الاختيارات قد ننوه لماذا هاني ولماذا لم تختار عصام، لكن في المجمل حين يتم الاختيار النهائي وكذا علينا ان نكون داعمين عشان الراجل يبقى خد حقه كاملا. لكن الحقيقه في الجزء الفني انا مستكتر قوي ان احنا نقلق. صحيح. كمصر مستكتر قوي اصلا ان احنا نقول حسبه بيرما، مش علشان كينيا وجزر القمر يعني وتوجو اقل مننا خالص يا كابتن، لكن لا كتير علينا قوي كده، بتحصل ضربات بتخلينا يعني حتى انا رافض فكره اما نقعد جنب بعض في الماتشات يلا يا رب بقى صلي على النبي. لا يا جماعه مصر مش دي، وعشان كده لازم ننتظر يعني زي بتاع التحكيم الحديث وتنسي نشوف كابتن حسام بالمنتخب باختياراته اللي وقع عليها هيروح بينا فين ان شاء الله. احنا نتمنى، وزي انت ما بتقول يعني انا ايدك تماما، ان احنا قادرين ان منتخب مصر بالاسماء واللعيبه الموجوده المباراه ان شاء الله على ارضنا ثلاث نقط. انت زي ما بتقول الموضوع مش سهل ان احنا عشان مصر ينزل خلاص هنكسب، لكن التاريخ بيتكلم، وحتى المقارنه ما بين الحاله الفنيه واسماء اللاعبين والاسماء فرادى بالظبط. فان شاء الله تكون مباراه موفقه، ولو جبنا سيره الاسماء اكيد هنتكلم ابرز الاسماء في منتخبنا القومي. محمد صلاح مفيش شك، صلاح طبعا، محمد صلاح طبعًا. وعودته مع طبعا تريزيجيه، وبنتكلم على مجموعة المحترفين ترزيني والنني كابتن الأرسنال، وعندنا حجازي حتى في اتحاد، حجازي راح اتحاد جدة بشكل كبير جدا. بس هاخدك في جزء تاني، جزء يعني يمكن النهاردة الساعة 8 كان في احتفالية بمحمد محمد صلاح طبعا، احتفالية على مستوى وزير الشباب وعلى مستوى في اللجنة. اللجنة الخماسية بتكرم صلاح بفوزه كابتن خطيب حسن شحاتة، قامات كبيرة جدا طبعًا. جدا شايف ازاي الاحتفالية عشان يبينوا الامتداد يا كابتن، عشان يبينوا ان لكرة القدم المصرية ما هو موثق، اجيال وراء اجيال. رحم الله طبعا نجوم غوالي كبار يعني، لكن على الاقل لما يبقى كابتن حسن وكابتن خطيب موجودين لازم يبقوا في الحفل. فابننا طبعًا. كلنا محمد صلاح، مو صلاح اللي عربت من اجله الدواوين زي عصر مقاومة المماليك كده، وبقى في صفحات عربية للاندية كابتن، حاجه كبيره قوي لما النني بقى كابتن الارسنال. وبرضه بقول للجمهور ساعات انتوا بتبقوا في حتت كده اللي هو يقول لك ايه اصل الراجل ارنيتا ده لعب معاه ارتيتا. لا ما هي الحكايه مش كده يعني، يعني لا الحكايه في الاخر ان انت عندك خامه، ان انت عندك ما يمكن ان تورده للعالم. عندنا مناجم يا كابتن وانت عارف كويس قوي، عندنا مناجم من المواهب. يعني صلاح كان يجب ان يكون مكرما بعد هذه الألقاب اللي جمعها، ودي أول حضور لي بعد ألقابه العديدة يعني. طب خلينا نتكلم واحد من الثلاثة الكبار في العالم، يكفي أن بيليه يخرج معلنا انتهاء عصر ميسي وكريستيانو وبدأ عصر نيمار وصلاح، ده لوحده يعني حاجة كبيرة قوي يا كابتن. أكيد أكيد. بس أنا خلينا نتناقش في نقطة يمكن يعني أنا كنت بفكر فيها على المستوى التنظيمي، على مستوى التحضير لمباراة توجو. حضرتك مش شايف شوية إن أولاً تكريم محمد صلاح بمناسبة حصوله على البريمير ليج، البريمير ليج خلصان بقاله فترة طويلة، وإحنا دلوقتي بنلعب في الأسبوع الثامن من السنة اللي بعديها، كان ممكن اختيار التوقيت يكون أفضل شوية. أنت وديتني حتة تانية، أنا بتكلم على حقه وبالتكريم. بص حق محمد صلاح محدش يقدر يعني ينفي ان هو عمل حاله اعتقد انها مش هتتكرر على مستوى، او هنقول مش هتتكرر ببساطه ووصوله الدرجه، ويستحق التكريم بكل انواعه. لكن صحيح. انا يعني شايف ان التوقيت ما كانش على المستوى المطلوب. انت عندك مباراه كمان 3 ايام والتكريم بيتم طبعا في حفله كبيره في اوتيل كبير، طبعا كل النجوم بيحضروها و زي ما بيقولوا كده ما بين قوسين كبار الزوار. لكن التوقيت انت شايفه صحيح وتكريم محمد صلاح بس، ولا كان ممكن العمليه تدار بشكل اكثر احترافيا؟ احترافيه هو ده بقى
الموضوع كان يتم بشكل أكثر احترافية. لكن هناك دائما من يشعر أنه متهم وبالتالي يريد أن يقدم دليل البراءة في جريمة ملوش دعوة بيها، يعني حد اتقتل في شارع فأنت ساكن بعد 5 شوارع. عادتنا المصرية الكروية أن أنا أقول أنا ما روحت الشارع ده، ما أنه حد سألك ولا البوليس جه الشارع ده. وبالتالي صلاح زعلان، صلاح عنده مشاكل احترافية 80% لها الحق فيها، اللي هي فكرة انت عارفها طبعا، الرايتس والتسويق والماركتينج وكذا والماركتينج. وبالتالي يا عم هو احنا هنكرم صلاح ونعمل حفلة عشان هو حد يقول ان احنا نقدر نزعل صلاح. لا مش كده بقى، كان يجب ان يكون هناك توقيت محدد وليكن بعد تاني ماتش ولو نص ساعة، ومش هتفرق وقتها في فندق 5 نجوم ولا في المطار وهو غادر صوب انجلترا بالمناسبة، لانه هيحدث الفعل ألا وهو التكريم. وبالتالي طبعا أنا معاك أن التوقيت خاطئ جدا، لا يمكن اللعيبة النهاردة مش هيكونوا في الحفلة، مستحيل يعني. لا الجهاز الفني ولا يعني ده اللعيبة، أعتقد كل اللعيبة والجهاز الفني كمان. أنا بقول لحضرتك ده في فندق المنتخب، وكأن دي كده يبقى عملوا الصح، يعني إيه ما خلوهاش في قاعة أخرى يعني أو خارج المنتخب. النهاردة بتتكلم عن التركيز، والمفروض اللعيبة ما تكلمش التليفونات وما تكلمش أهلها وما تكلمش أصحابها ومطلوب سندوتش زيادة وبعدين تروح عامل لهم حفله. لا في التوقيت ده طبعا المقصود، فانت رحت حته تانية. لكن ما باليد هيله، هذه هي اخطائنا التي يجب ان نصححها. امتى بقى؟ لا تسالني من انا، لا اكيد هسالك ان شاء الله، ولازم يكون في حضرتك عندك رؤيه وعندك فيجن وكمان نأمل عندك راي واضح. ده اتحاد جديد، لان انت استاذ عصام انت خبراتك كبيره جدا، وانا واحد شاهد على هذه الخبرات، كنت متواجد جوه المطبخ فترات طويله جدا، وياما كنت بتقول يا جماعه عايزين نصلح. فيعني طبعا اكيد هيكون الكابتن ده بيعتبر تنظير. انا عشت مع اغلب الاجيال لغايه جيل الارجنتين والجيل اللي بعده كمان، وشفتك وانت يوم الفري بنخرج نتمشى انا وانت الساعه 3 الا ربع، ومعرفش ليه 3 الا ربع بتروح مروح جري على الاوتيل اللي هو اليوم اللي مسموح لك زي ما تعودت في اوروبا يعني. صحيح. وبالتالي شفت كمان عظماء المدربين الكبار اللي عارفين يعني ايه اللعيب يبقى فري. الحكايه ما بقتش قفل بس ولا شيل الوصله زي زمان وبس، لكن كمان بقول لهم حتى اذا عشت معاكم فتره وانا اعلامي وانتم بتوع اداره المحتوى عايزين تجيبوني في الاستشاريه الاعلاميه، يا اخي افتحوا الامتحان. اذا انتم عايزين 2 ها يعني خدوا واحد زي صاحبكم ويكون عنده ضربات مثلا في كذا حاجه، فانا جايب 6 من 10، لكن لا تهدروا قيمه اللي جاب 10 من 10 عشان مش مننا يعني. صحيح. حتى المجامله موجوده يعني. هو في المانيا ما فيش مجامله طبعا، لكن المجامله مش كل حته، لكن مش على حساب المصلحه العامه. المجامله مش في الخرسانه اللي هي القواعد البناء، المجامله بقى يعني الحاجات الغاليه دي، سيراميك يعني فرز اول بشرطه، بلاش رخامه، هات رخام مصنوع، مش عارف الازاز ما يبقاش من اللي ما بتخترقوش الرصاصه، لكن في الاخر لازم تعمل قواعد واساسات سليمه. صحيح. يعني احنا مش ضد، احنا بس عايزين نقنن. ده دورنا، وان شاء الله باذن الله مع تواصل مع حضرتك في فقرات كتيره جدا هنا في البيت الكبير بنحاول نوصل لافضل حالاتنا، لان مصر تستطيع ومصر قادره، ومصر ان شاء الله باذن الله مصر يعني ان شاء الله اكيد مصر تستطيع. ده كابتن يعني ما نقولهاش اصلا، مصر عملت وقدمت ومن زمان، ده الا بقى مصر الجديده من 2013، وانا مصر اللي يجيب الكوبي بتاع الكان 2019 يشوف ازاي مصر وبشركات وطنيه، وانا مصر برضو ازاي عملت نقل تلفزيوني زي اوروبا، قناه واحده بفلوس والباقي حق الشعب، تذاكر اونلاين، نظام في الدخول، حتى التفتيش، حتى الامن اللي كان موجود جوه الملعب جوه الملعب. ومحدش يقول لك ان الحكايه مصر، الحكايه اللي معاهم كارنيه مصر لازم يبقوا جديرين بتغيير مزاجهم هم في اداره المحتوى. ده ان شاء الله اللي نتمناه يا استاذ عصام، نتمنى ان شاء الله. في طبعا في نهايه لقائنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله على تواصل دايما إن شاء الله. وان شاء الله باذن الله يعني كل اللي نتمناه وشفناه في اوروبا ونحاول ان شاء الله نشوفه في مصر هيكون قريب ان شاء الله على ارض مصر ان شاء الله. ان شاء الله استاذ عصام شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. دي كانت نهاية فقرتنا أو الحوارية في البيت الكبير، طبعا معنا فاصل وبعد الفاصل كابتن هاني الأجهزة. برحب بحضراتكم مرة ثانية في البيت الكبير. واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، من مواليد منطقة الجزاء، من العلبة الهدافين،
وكمان هو دلوقتي محلل فني زميل وقدير بيسعدنا دايما وبنستمتع بيه في تحليل المباريات، مباريات النادي الاهلي. معانا النهارده في البيت الكبير الكابتن هاني العجيزي اللي برحب بيه. اهلا وسهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ يا هون كابتن هاني الشياكه دي يا عم. لا كابتن مفيش جنب حضرتك حاجه حبيبي. منورنا. تعلم منك يا كابتن، ربنا يخليك. منورنا طبعا في البيت الكبير يا هاني. وزي ما قالت سهام، لعيب من طراز رائع وكان عندك خبرات على مستوى طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهنتكلم معاك في كذا ملف كده هاني. نبدا طبعا الحدث الاكبر دلوقتي طبعا منتخب مصر، منتخب مصر بيستعد بشكل جدي لمباراه ماتشين توجو يوم 14 ويوم 17، والنهارده كمان كان في مباراه مهمه بالنسبه للمنتخب، كينيا مع جزر القمر والتعادل الايجابي 1-1. شايف استعداداتنا ازاي؟ استعداد كابتن حسام، شايف القايمه ازاي ورؤيتك كمان لماتشين توجو؟ بص كابتن هاني، طبعا الروح المعنويه دلوقتي للاعيبي منتخب مصر طبعا مرتفعه جدا بسبب ان النادي الاهلي ونادي الزمالك واصلين لفاينل بطوله افريقيا، بطوله يعني اهم بطوله في افريقيا، في افريقيا كلها. فانا شايف ان الحاله المعنويه للعيبه كلها دلوقتي مرتفعه جدا، وشايف ان يعني حتى اللعيبه المحترفين اللي جايين من بره، اسكان صلاح او اسكان النني او حجازي او تريزيجيه، كلهم ما شاء الله شغالين كويس جدا وفي فورمه عاليه. واحمد حسن كوكا برده ما شاء الله، يعني الماتش اللي فات برده جاب هدف وماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت. فانا شايف ان دي افضل حاله لمنتخب مصر من سنين فاتت كتير. طبعا المباراه مهمه طبعا، لان طبعا حضرتك زي ما قلت النهارده التعادل كان يعتبر في مصلحتنا طبعا، لان طبعا كينيا المفروض ان هي بتنافسنا هي وجزر القمر. فانا شايف ان مباراه التعادل النهارده طبعا يعني ده لو انت ان شاء الله كسبت الماتش الجاي هتبقى اول ان شاء الله مع كينيا او مع جزر القمر تقريبا. فشايف ان دي يعني حاجه في حاله كويسه في المنتخب، وفي حاله تفاؤل في المنتخب. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، صعود الاهلي والزمالك لفاينل افريقيا واللعيبه المحترفه اللي جايه، حتى اللعيبه المحليين شغالين بمستوى هايل، كلنا متابعين طبعا الدوري المصري. وطبعا انا اول حاجه عايز اشكر طبعا المسؤولين في مصر على اتخاذ قرار ان الدوري يرجع. ده كان اهم قرار في الفتره اللي فاتت، ان الدوري كان لازم فعلا يرجع، لان كلنا شفنا الدوريات اللي رجعت وشايفين المستوى وصل لفين، وشايفين ان اللاعب المصري برده، مع ان اللاعب المصري يعني مش عايز اقول مش ملتزم، لكن ما بيطبقش برده الاحتراف زي اللعيبه بتاعت اوروبا. لكن نادي الزمالك والنادي الاهلي والنادي الانديه كلها كبيره لما رجعت من بعد التوقف بتاع فيروس كورونا، شايف ان في لعيبه حالتها كانت عاليه وحالتها كانت كويسه وكانوا محافظين على نفسهم، بدليل ان نادي الاهلي ونادي الزمالك وصل لنهايه بطوله افريقيا. فطبعا كل ده بيصب في مصلحه منتخب مصر، واتمنى طبعا ان المباراه الجايه، المباراتين الجايين دول مهمين جدا للكابتن حسام البدري، واتمنى لهم التوفيق طبعا ان تكسب الماتشين دول ان شاء الله، يبقى ضمنت بنسبه 90% الوصول للنهائيات ان شاء الله. قارني يا كابتن هاني بين الماتشين الاخيرين اللي لعبهم كابتن حسام البدري مع المنتخب، والحقيقه يعني ما حلفوش الحظ قوي، وبين دلوقتي الماتشين بتوع توجو. واحنا النهارده يمكن زي ما كنا بنتكلم في الانترو، النهارده يعتبر الماتشين دول بدايه جديده لكابتن حسام من خلال العناصر الدولية اللي انت دلوقتي اشرت اليها، بالاضافة كمان للعناصر المحلية اللي ليها كمان تقل. يعني لما نيجي نتكلم عن الشناوي وابو جبل، النني، تريزيجيه، يعني ناس كتير، طارق حامد طبعا، مصطفى محمد، كلها من العناصر الثقيلة اللي تخدم المنتخب وتخدم كابتن حسام البدري اكيد. ممكن حاله اللعيبه في الفتره اللي هي في الاول ماتشين ممكن ما تكونش زي دلوقتي. ممكن ما تكونش زي دلوقتي، يعني ممكن كان تقريبا كان هي في بدايه موسم، فاللعيبه برده كانت لسه ما وصلتش لاعلى فورمه ليها. فده وارد طبعا، ان انت برده تصفيات افريقيا دي ما لهاش مقاييس. احنا قعدنا لما خدنا مع الكابتن حسن شحات خدنا 3 بطولات، بعد كده عندنا 3 بطولات بعدها ما دخلناش البطوله. فدي طبعا يعني الماتشات دي بتبقى طبعا كابتن هاني عارف طبعا تاريخك الكبير في الماتشات الافريقيه، فاكيد عارف الماتشات دي ما بتبقاش ليها يعني بقاش يعني بتبقى صعبه شويه، يعني عارفه التكهنات ان انت بتنزلي الماتش مثلا يعني ما تعرفيش الفرقه بتاعت افريقيا دي نظام. طبعا افريقيا طبعا كلها اتغيرت دلوقتي عن الاول، الفرق الافريقيه دلوقتي اتطورت جدا، كلهم معظمهم بيبقى محترفين بره في الدوريات الدوريات الاوروبيه. فاللعيبه دلوقتي بقى عندها يعني
خلاص وصلت لمرحله كبيره جدا ان انت لما بتيجي المنتخب يا كابتن هاني بتبقى جاي يعني ايه، مش عايز اقول برضو ان انت جاي يعني جاي تشوف مثلا اهلك او بتاع، لا انت جاي ان انت جاي مباراه مهمه، برضو مباراه مهمه ومباراه بتنفع بيها منتخبك، فدي بتفرق جامد طبعا مع اللعيبه بالنسبه للفرق الافريقيه. وتأيدك كمان يا هاني تفتكر في مشوار تصفياتنا حتى على مستوى، وايام ما كنت حتى بلعب على مستوى تصفيات كاس العالم بالذات والبطوله الافريقيه، دايما منتخب مصر بيتعثر شويه مع زي ما انت بتقول الانديه اللي ما بين قوسين مستوى تاني او مستوى تالت. يعني كنا بنخرج من النيجر على سبيل المثال، كنا في احد تصفيات كاس العالم خرجنا من النيجر او يعني ما اديناش بشكل كويس، وخريطه الكره الافريقيه بشكل كبير اتغيرت. انت دلوقتي توجو عندهم اثنين مهاجم مميز جدا في العين الاماراتي على اعلى مستوى، عندهم لعيبه في الدوري الفرنسي طبعا علشان اللغه بتساعدهم. فزي ما انت بتقول مباراه مش سهله، لكن على مستوى الفني ومقارنه اسماء منتخب مصر كلها على مستوى عالي جدا، حاله بدنيه وفنيه عاليه. ده بيرجعني للقائمه نفسها، انت شفت من خلال تقييمك وانت موجود طبعا وبتتابع القائمه بشكل كبير جدا، القائمه كنت شايف فيها بعض الملاحظات او دول افضل العناصر اللي يستعين بيهم الكابتن حسام؟ لا انا شايف ان دي افضل مجموعه موجوده حاليا. يعني حتى الكلام كله كان الكابتن حسام بدري لما طلع اتكلم على مصطفى محمد وقال ان هو لسه قدامه بدري، الراجل لما اشتغل كويس على نفسه وبدا ان هو يوصل بفورمه عاليه في الماتشات الاخيره وبدا ان هو يبقى مؤثر مع نادي الزمالك، اضطر ان الكابتن حسام بدري يغير فكرته واضطر ان هو ياخده بالظبط ان هو يضمه تاني. فالكابتن حسام تقريبا ما عندوش اي مشكله خالص مع اي حد او مع اي لعيب طبعا، لان دي هي المصلحه العامه طبعا لمصر كلها. مش الكابتن حسام برده اكيد عارف ان هو ماسك منتخب مش نادي، فاكيد بيتعامل على الاساس ده. انا شايف ان القائمه فعلا مناسبه، اللعيبه كلها زي ما قلت لحضرتك يا كابتن هاني وصلت لفورمه عاليه جدا، واتوقع ان شاء الله ان المنتخب باذن الله الماتشين اللي هيتلعبوا دول هيعمل اداء قوي جدا طبعا في ظل الظروف. بس كان في بعض الكلام برضو ان يعني ان برضو في بعض الاسماء زي مثلا في ناس لاعب هيدرسفيلد يعني طبعا انا عايز اساله عن ده يعني لان الناس كتير قوي اتكلمت سواء محللين فنيين او جماهير السوشيال ميديا. ما بيلعبش رمضان سبع شهور تقريبا، سبع شهور او ثمان شهور ما بيلعبش انضمام. هي دي النقطه الوحيده فعلا اللي انا مستغربها فعلا، الناس كلها الشارع المصري كله طبعا بيتكلم في الموضوع ده. انت عندك برضو، انا مش عايزين نقارن بحد باسماء معينه، لكن احنا برضو لازم نقول وندي الناس حقها. كهربا الراجل، لان طبعا رمضان بيلعب في نفس المركز، انا شايف ان كهربا الفتره اللي فاتت بيأدي كويس جدا، الراجل بيتعب، الراجل بيأدي باقصى جهد عنده. حتى الماتشات اللي بعد الاصابه لما كان بينزل كان بيحاول وبيدوس على نفسه، فكنت شايف ان هو كان لازم يستحق يبقى موجود في المنتخب. كهربا كهربا طبعا، لان كلنا شايفينه وعارفين امكانيات كهربا كويس قوي وعارفين قد ايه هو مهم في النادي الاهلي. تفتكر ليه ما ضموش كابتن حسام البدري لقائمه المنتخب يا كابتن هاني؟ والله مش عايز اقول ان هي حاجه شخصيه، لكن مش عايز تقول كده؟ ممكن تبقى كده؟ لا انت بتقول مش عايز اقول كده تبقى كده؟ لا والله بجد، يعني بصي اقول لك حاجه، هو كابتن حسام اكيد عارف ان لما ياخد خطوه زي دي او ان هو يعلن ان هو ما ياخدش كهرباء وياخد، اكيد عارف ان الراي العام كله هيتكلم في الموضوع ده، وجمهور الاهلي الحمد لله واقف في ظهر لعيبته كويس قوي، وعارف ان لو حاجه زي دي حصلت الناس كلها هتتكلم في الموضوع والكلام ده. لكن انا شايف ان هي دي البوينت الوحيده اللي الكابتن حسام فعلا ما كانش موفق فيها. يعني هو يعني بيجي اولا واخيرا احترامنا طبعا دي لاختياراته، وعايز اضيف كمان ان هو يمكن بعد خروج محمد طاهر بسبب الاصابه دي كانت نسب كمان كهربا بتزيد اكتر. ويمكن كمان كابتن حسام في مؤتمر الصحفي كان بيفكر وقال طبعا بعد اصابه طاهر محمد طاهر بفكر ان انا اضم كهربا، لكن خلينا نتكلم ان طبعا كهربا يستحق، ودايما بنقول ان قائمه المنتخب هي مسؤولية المدير الفني بشكل كبير، واحنا ورا المنتخب بشكل كبير لان ده بيمثل مصر، واحنا اعتقد الماتشين صعبين جدا. فبالرغم ان احنا بنقول وجهات نظر وانت هاني بتتكلم باسم أكيد الناس اللي أكيد بتتكلم الجمهور، واحد من الجمهور رمضان بقاله كتير ما بيلعبش، فكان ممكن يتجهز حتى على مستوى المنتخب الاولمبي، كان راح مثلا منتخب الاولمبي لعب ماتشين او لعب ماتش من ضمن ماتشات المنتخب الاولمبي. فكل دي يعني كلها بنتناقش فيها، لكن طبعا ده لا يمنع ان الكابتن حسام البدري ليه طبعا وجهه نظر، اكيد طبعا وجهه نظر، وهو ليه الاختيار الاول والاخير يعني بالظبط. بس احنا كابتن برضه كابتن هاني يعني ما ينفعش تاخد برضه واحد بقاله اكتر من ست شهور او سبع شهور، مش عارف ممكن تكون المده اكتر من كده، ويبقى موجود في منتخب مصر. منتخب مصر ده لما بيتعمل كابتن، وانت حضرتك عارف الكلام ده، بياخد انسب عناصر
او افضل عناصر في الفتره اللي هي فيها طبعًا. تجمع هي، لكن انت ما ينفعش تجيب له واحد مصاب بقاله فتره كبيره ما بيلعبش وتيجي تدخله المنتخب على حساب ناس بتلعب وشغاله كويس ومؤثره وفرقتها كمان واصله للنهائي معنويا كمان كويس بالظبط. فانت كده بتحبط اللي مش على فكره مش شرط كهربا بس صحيح. ممكن اي حد في مكان كهربا عشان ما نقولش بس ان احنا بنقارن بين الاثنين، لا اي حد مكان كهربا، لكن ده فعلا دي حاجه غريبه جدا وعلامه استفهام كبيره جدا من الكابتن حسام. بس انا اتعاملت مع الكابتن حسام وعارف ان هو من نوعيه اللعيبه اللي يعني مش عايز هو بيحب ويكره شويه، فممكن يكون مثلا هو حابب رمضان فهو عايز ان هو يدخل المسائل الشخصيه يعني يا كابتن. لا مش عايز اقول مسائل شخصيه بس هو الحب، لا في حب يعني حب يعني في مدرب بيحب يعني انا مثلا عندي برتاح وبالهاني ومهاني يعني ما بيرتاحليش يعني هو جاي ماشي كده. لا لا والله انا على فكره بسال فعلا يعني انا ما اعرفش كابتن حسام البدري ولا اعرف بيفكر ازاي، انا بسالك انت بتقول انا اتعاملت معاه واعرفه شويه. هو ممكن يبقى عنده اقتناع مثلا بالكابتن هاني، الكابتن هاني ده لعيب كبير جدا تمام، واللعيب ده بوجوده حتى لو هو مش هيلعب ده بيبقى ليه تاثير ايجابي على 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 المنتخب او على الفرقه، فدي طبعا حاجه ما ينفعش انت تطبقها في المنتخب. انت ده لو نادي اقول لك اوكي ما فيش مشكله، انت عندك مساحه وعندك قايمه وعندك الكلام ده كله، ممكن انت تجيب واحد حتى نفسيا عشان زمايله يعني مثلا محمد صلاح مثلا، محمد صلاح لو دلوقتي الصف مثلا في ليفربول تمام، انت هتجيبه او النادي بتاعه هيوافق ان هو يجي؟ اكيد لا، صح ولا لا؟ اكيد. طيب دلوقتي انت دلوقتي رايح جايب رمضان بقاله فتره كبيره مش موجود ورجله مش في الملعب، ورمضان مع احترامي ليه برضو رمضان لسه صغير مش هو مش نجم كبير زي صلاح مثلا وتريزيه وبتاع، عشان انت تجيبه تمام في الفتره بعد الفتره دي كلها، ده هو اصلا انا حاسس ان هو لسه محتاج ان هو يتاهل كويس قوي، لان رمضان اكيد مش جاهز. انت برضو هتجيبه تلعبه مباراه رسميه في تصفيات بطوله افريقيا، مباراه رسميه لو انت ناوي ان انت تلعبه، اكيد طبعا مش هيبدا بيه لو هو يعني برضو انت رؤيتك ايه للتشكيل، لكن انت بتتكلم في نقطه فنيه ان هو حتى على المستوى البدني مش جاهز، على المستوى رجليه مش في الملعب بالظبط، فدي اكيد هتاثر عليه يعني اكيد هتاثر عليه. فانا مش عارف ايه وجهه النظر بالظبط في حته ان انت تجيب واحد بقاله فتره كبيره مش موجود. فممكن هو الكابتن حسام بدري يعني خد الموضوع شويه طب قول لنا شكل التشكيل ممكن يكون ازاي يا هلال؟ لا والله بس يا كابتن هو انا شايف ان اللعيبه فيه كتير لعيبه كويسه وفي لعيبه كتير، يعني كابتن حسام مش شايف ان هو عنده مشكله في التشكيل، اللعيبه كلها الموجوده المتاحه يعني جاهزين وكلهم ممكن اي حد فيهم يلعب ما فيش اي مشاكل خالص. بس انا اتوقع ان التشكيل يعني هيبقى كده مثلا حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا مش عايزين نقلل من حد، احنا بنتكلم يعني برضو في ناس كتير وجهات نظر فنيه وابو جبل ماشي بشكل كويس مع الزمالك، بس اعتقد ان الشناوي في تالقه النادي الاهلي اعتقد سابق بخطوتين ثلاثه يعني. بالظبط يعني في طبعا حجازي مفيش اختلاف عليه، في الونش شغال كويس مفيش مشكله خالص برضو بالنسبه له. ناحيه اليمين شاف محمد هاني ماشي كويس برضو، ناحيه الشمال مين اللي موجود ناحيه الشمال؟ في عندك في ايمن اشرف موجود كباك شمال، في ابو الفتوح موجود كباك شمال، انا شايف ايمن ممكن يبقى موجود. عندك في نص الملعب عندك طارق حامد السوليه وحمدي فتحي ممكن، والنني موجود بس النني انا بفضل النني يعني ايه ما تبداش بالنني يعني لا مش هبدا بيه لا لا هبدا بيه طبعا. ممكن ان النني يبقى موجود هو مثلا هو غالبا هيلعب بطارق والنني ده، لان الكابتن حسام انا عارف يعني تفكيره بيفكر ازاي ممكن يلعب بالاثنين، ممكن برده السليه اكيد يبقى ليه دور كبير شويه. وخلي بالك الفتره قريبه جدا، انت بتتكلم في 3 ايام او 4 ايام، انت اكيد مش هتلعب ال 11 هنا وهتلعبوا الماتش الثاني، اكيد انت هيبقى في تغييرات عندك هتحتاج الناس دي في المباراه دي والناس دي في المباراه دي. ف هيبقى موجود صلاح ان شاء الله، عندك قفشه ممكن برده قفشه ولا عبد الله؟ لا قفشه، انا شايف ان قفشه مع ان عبد الله برده بيقدم شغل كويس مع بيراميدز. ناحيه الشمال يبقى تريزيجيه تمام مزبوط. ان شاء الله بس، وناحيه قدام كوكا. ايوه كوكا. في من اللعيبه اللي انت بتشوف انه كان المفروض يستحقوا انهم ينضموا للمنتخب وكابتن حسام البدري لم يعتمد عليهم وضمهمش للمنتخب الوطني في الدوري يعني؟ والله يعني انا زي ما قلت لك ان هي دي المجموعه الكويسه. انا ما بحبش ان انا اقول ان ده يعني كان ممكن يستحق او ما يستحقش، لا هو خلاص الراجل اختار القائمه بتاعته. انا فاهمه بس كان هل من وجهه نظر هاني العجيزي كان في لعيبه تستحق فعلا المشاركه في المنتخب؟
والله في لعبة كويسه كتيره، في لعبة كويسه كتير في الدوري. انا يعني كنت حابب ان طاهر يبقى موجود، طاهر محمد خليل. طاهر يعني بصراحه كان مؤثر في 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 السنه دي مع المقاولين العرب، وكانت فرصه ليه كويسه ان هو يبقى موجود في الفتره دي، وهترفع من معنوياته كتير جدا، بخصوص كمان ان هو جاي ان شاء الله النادي الاهلي. فاحنا زي ما قلت لك احنا نتمنى ان احنا نعدي الماتشين دول، الماتشين مهمين جدا طبعا، بغض النظر عن مين موجود. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك مش هيفرق معايا الاسماء، اهم حاجه انت دلوقتي بمنتخب مصر وانت عايز تكسب الماتشين الجايين دول، لان دول هيحطوك على اول مجموعه ان شاء الله. يعني انت تحفظك بس على عدم تواجد كهربا ووجود لاعب هدرسفيلد، انت ده تحفظك انت، او لاعب بيراميدز بالظبط. هو ده تحفظك انت. هو ده يعني بس. اعتراضي والناس كلها، مش انا لوحدي يعني، الناس كلها الراي العام كله بيتكلم في الموضوع ده ان هي غريبه شويه. بنتكلم زي ما انت قلت، بنأكد تاني بس عشان الناس ما تربطش الاحداث ببعض، احنا بنتكلم على اكس من اللعيبه واكس من اللعيبه علشان ما يقولكش يعني هي الفكره بس عشان الناس ممكن نسهم تترجم اصل انتوا جايين مثلا دلوقتي، وعشان يعني الناس ممكن تترجم ده، لكن احنا بنحلل الموقف. اكس من اللعيبه كان غايب بقاله شهور وواحد تاني رجليه في الملعب، وبالتالي ده وجهه نظر طبيعيه جدا جدا، وما اعتقدش الناس هتختلف عليها يعني. طيب نروح لجزئيه ثانيه يا هاني، واستعداد المنتخب، والنهارده في حفل طبعا بيقوموا طبعا لتكريم محمد صلاح في اجواء كبيره جدا. انت عارف محمد صلاح بيأدي بشكل اكتر من رائع، بقى له 3 سنين مع ليفربول، لكن كان في النهارده احتفال خاص بمحمد صلاح في اوتيل، اعتقد اوتيل المنتخب. شايف الاحتفال دوت ازاي؟ و كابتن خطيب حضرتك في جزء تاني تاثيره حتى على اللعيبه المحترفه التانية، انت ممكن تشوف القصه دي ازاي؟ انت برضه كل امان ده دخلني في سكه. بص يا كابتن، لا دخلك في سكه ليه؟ احنا كلام كتير، في كلام كتير في الموضوع ده، في كلام كتير جدا يعني الموضوع. احنا بنناقش صلاح ما شاء الله يعني مكسر الدنيا واستحق كل التكريم، لكن انا بتكلم على توقيت، وبتكلم على ان البريمير ليج السنه اللي فاتت خلص خلاص، وده الاسبوع الثامن من الجديد، توقيته غير مناسب في اعتقادي الشخصي، عشان بس ارفع عليك الحرج، توقيته غير مناسب، عندنا ماتش كمان 3 ايام، دي جزئيه، وان ماتش مهم وماتش مهم. الحاجه الثانيه عايز تعمل تكريم، ماشي التكريم في وقت معين، وكمان مجموعه المحترفين الثانيه، انت عندك النني اول مره يلبس شارت الارسنال على ده حدث تاريخي، فدي ما بتسببش شويه اختلافات او حساسيه من بين اللعيبه وبعضها يعني؟ اكيد يا كابتن، اكيد اكيد انت برضو حضرتك عارف الموضوع ده، وعارف ان ده بيبقى ليه تاثير نفسي على اللعيبه الثانيه اللي هي اللي ما اتكرمتش. بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا خلاص اتعودنا ان صلاح بقى هو النجم الاوحد لمنتخب مصر. انا النقطه دي او البوينت دي بتضايقني، لان فعلا واحد زي تريزيجيه، انا شفت صوره تريزيجيه وهو جاي من المطار، يعني الراجل جاي لوحده، ولا حد قبله، ولا حد كرمه، ولا حد، ولا كانه واحد مثلا نتعامل مع صلاح جاي من الكويت وجاي كان شغال مثلا، والله العظيم بجد يعني انا استغربت فعلا، استغربت يعني راجل زي ده، راجل كسبان ليفربول 7 من حوالي شهر تمام، ولسه كسبان ارسنال من اسبوع، والراجل شغال كويس قوي، والراجل رافع اسم مصر، ففي في يعني في مش عايز اقول حاله غريبه بالنسبه للعيبه الثانيه، بالنسبه لتريزيجيه والنني. وصلاح طبعا ما شاء الله عليه، وكلنا فخورين ان واحد عندنا واحد زي محمد صلاح أكيد. لكن برضو مش عايزين نبخس حق الناس الثانيه، اللي واحد زي النني زي ما حضرتك قلت، وراجل اول لاعب مصري تقريبا يلبس أو عربي يلبس شارف في ارسنال، نادي كبير جدا وشعبيه كبيره جدا. تريزيجيه نفس الكلام، كوكا برضو يعني كوكا برضو عليه علامه يعني يعني لاعب دولي بالظبط، والراجل ماشي كويس قوي مع فرقته. فانا شايف ان في فعلا في مش عايز اقول تفرقه، لكن في حاله غريبه يعني، حاله غريبه احنا مش انا عن نفسي مش فاهمها. انا بكلمك يا هاني ليه؟ لان انا كمان يا سام عاصرت الجزء شويه من القصه ديت، وجود محمد صلاح معانا كان في المنتخب انت عارف، وكان في مش هقول لك حساسيه بين اللعيب، لكن راجع كمان لايام كوبر، وكان الناس بتقول اصل ده منتخب محمد صلاح، اصل ده منتخب محمد صلاح. في وقت من الاوقات ده حتى لو اللعيبه ما بتبينش، ده بيكون ليها تاثير سلبي على اللاعبين اكيد طبعا. وبالتالي احنا بنتكلم الكلام دوت ليه؟ علشان يكون
في رأيي الشخصي ان في بروتوكول معين موحد لكل اللعيبه المحترفه خارج مصر بتقدم لكل لعيب ايا كان مستواه. يعني لو عندك وفد رسمي بيستقبل محمد صلاح بالتالي يستقبل النني، يستقبل حجازي، يستقبل حتى لو لعيب محترف بيلعب في اوكرانيا يا سيدي. لكن اسم انت بتعمل بروتوكول موحد لكل اللعيبه اللي بتمثل مصر على المستوى الدولي خارج البلاد، وبالتالي هتشيل وكل التكريم. انا في رايي كان لازم محمد صلاح يتكرم بشكل افضل من كده بعد انتهاء البريمير ليج، يجي هنا مصر ويتعمل له حفله كبيره جدا ويتعزم فيها كل الناس، اول مصري يحصل على البريمير ليج وهداف الدوري الانجليزي. التوقيت كان في الوقت ده لكن مش دلوقتي. انا في رايي ان محمد صلاح كان حصير معاك موضوع الاشاره، هل هي بقى كابتن منتخب مصر ولا مش كابتن منتخب مصر؟ ده موضوع كل دوت كل دوت حتى رد صلاح في الموضوع الشاره شارت منتخب مصر افتكر رده حتى يعني كانه محرج سلفا لزمايله الاخرين. افتكر كمان ان موضوع الاحتفال بيه النهارده ووفد الاستقبال اللي حصل له بحفاوه ده بيحرجه بطريقه غير مباشره مع زمايله اللعيبه في الملعب، حتى لو ما كانش بيقول ده. انت عارفه بقى كلامك ليه ساهم في الكلام ده؟ لان في وقت من الاوقات فاكر برضه هاني كان في وقت بيقول لك ان محمد صلاح كان عليه ضجه كبيره وانه نازل عايز ينزل باربعه بودي جارد ايام ما كنا بنلعب في وخمسه بودي جارد في الـ في في الـ في, في الاوتيل لوحده. فهو طلع قال لك بطريقه غير مباشره مع زمايله وكابتن هكمل كلامي القصه. يعني ان هو في الوقت ده وقال لي انا كمان، قال يا كابتن انا ما بطلبش حاجه لنفسي، انا بطلب ان لو في سكيورتي يبقى السكيورتي موجود للفريق كله، انا مش عايز حاجه لنفسي، انا مش عايز اتنين يمشوا ورايا، لكن انا عايز يبقى وده توابع. انت عارف القصه بتاعت روسيا والقصه بتاعت اللي حصلت والتهريج او الخروج عن النص. محمد صلاح كان بيطلب انه يا جماعه لو في سيكوريتي موجود للفرقه كلها زي ما موجود معايا موجود مع الفرقه كلها. لكن انا بتكلم على البيهيفير بتاعنا احنا المسؤولين عايزين يكرموا صلاح بشكل وده يستحق، لكن التوقيت انا عندي فيه علامه استفهام. وكمان البروتوكول استقبال اللعيبه المحترفه لازم يكون على جميع المستويات واحد لكل اللعيبه. يعني اكيد طبعا كابتن، انت حضرتك زي ما قلت جبت لنا حاجه قديمه كده بالنسبه لصلاح لما طلب ان هو على ان هو اتقال ان هو طلب ان هو بجارد والكلام ده وكلام. طبعا ده حقه مش حقه هو بس، حق المنتخب كله. لان حقيقة. انا الفتره قبل في التصفيات بتاعت تصفيات كاس العالم فعلا كنا بنشوف حاجات غريبه، كنا بنشوف ممثلين بيخشوا غرف اللعيبه، احنا كلعيبه كان بيحصل معانا الكلام ده. وكابتن انا عارف الكلام ده كويس، ممكن تلاقي واحد داخل عليك معلش ممكن تصور ابنك، فلازم بيبقى فيه خصوصيه شويه بالنسبه للعيبه بالذات المنتخب، لان المنتخب بالظبط كانوا رايحين لهم بالمشوار. يعني الموضوع وصل لمرحله كابتن هاني ان انت يعني اوفر يعني خلاص طبعًا. احنا لما رحنا كابتن هاني كاس العالم للانديه في اليابان كانوا مخصصين لنا دور كامل لينا احنا تمام، وموقفين سكيورتي على الاسانسير، محدش بيدخل، لازم يكون معاك الاي دي بتاعك، لازم تكون تبع البعثه. فهو صراحه اكيد بيتعامل بنفس الاسلوب ده، ما ينفعش ان انت طلب كده قال عاملوني زي ما الناس بتعامل بالظبط. هو خلاص الراجل بقى له دلوقتي اكتر داخل في 10 سنين دلوقتي بره، فخلاص هو دي حياته، هو ده طبيعته. وحضرتك طبعا كنت محترف في الدوري الالماني وعارف الكلام ده كويس. ايه الطبيعه هناك والنظام هناك بيضغط على اي حاجه، لازم تبقى منظم هناك، لازم تبقى عارف مواعيدك، عارف ازاي بتنزل التمرين امتى، بتبقى موجود في النادي امتى قبل التمرين، سكوت بساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات، بالذات بتاخد السناكس بتاعتك قبل التمرين او الكلام ده بعد التمرين لو عندك جيم او عندك حاجه. في الحاجات دي كلها هو خلاص صحاح الكيمياء بتاعته تاقلمت على هناك، فلما بيجي مصر هنا فبيلاقي الوضع مختلف نهائي، بيلاقي حاجات غريبه بتحصل. فطبيعي الراجل هو ممكن يسكت مره اتنين تلاته، لكن لما يلاقي الموضوع زاد عن حده فطبيعي ان هو يطلب الكلام ده. وزي ما حضرتك قلت هو مش طلب لنفسه، هو طلب حتى انا شفت اللايف بتاعه اللي عمله بعدها بعد المشكله، طبعا بعد مشكله الطياره كمان ان اللي كان فيه حق الرعايه والكلام ده بالنسبه للسبونسر، فكذا مشكله جت ورا بعض، فهي دي اللي عملت الفجوه بينه وبين اتحاد الكوره. فاعتقد يا كابتن هاني هم ان اتحاد الكوره لو كان كلم صلاح وقال له تعالى هنعمل لك تكريم، انا متاكد ان صلاح ما كانش هيجي، كان مش هقول يتحجج، لكن ممكن يكون ديك الوقت بالنسبه له هناك. لان صلاح بيتكلم على بعد البريمير ليج بعد البطوله اللي خدوها، فكنت كان متاكد ان هو كان صعب يجي، لان زي ما قلت برضو الموضوع لسه في حساسيه شويه. فاعتقد النهارده الحفله بتاعت النهارده دي ممكن تهدي الدنيا شويه، بس برضو احنا كلنا معترضين ان احنا
مش صلاح لوحده اللي محترف يا جماعه، صلاح مع 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 الشغل اللي بيعمله كويس قوي والمستوى الرائع اللي بيقدمه، لكن في ناس تانية برضو مش عايزين نبخس حقها، الناس دي لازم تاخد حقها بالظبط. ما دام انت محترف بره زي ما الكابتن هاني محترف بره، يبقى انت خلاص حقك زي صلاح زي تريزيجيه، كلكم واحد. لازم كنت تعمل النهارده تجيب المجموعه كلها المحترفين، ايه المشكله ما تكرمهم؟ يعني ايه المشكله ما تكرمهم كلهم؟ يعني انا مش شايف ان هي يعني الا بقى هي حاجات بقى بتبقى حاجات شخصيه، حاجات ما مثلا حاجات شو اكتر ما هي حتى مع دول حاجه لا احنا ده العادي، ممكن تكون هي الموضوع شو اكتر من هو فعلا. انت انا شايف ان حضرتك زي ما قلت التوقيت ده غريب جدا، تمام. صلاح برضو وجوده بس هو لوحده ده حاجه برضو غريبه، فاتمنى ان احنا نتعلم من الحاجات دي، نتعلم الفتره اللي جايه. اعتقد ان شاء الله يكون في وعي اكتر، وعي اكتر واحترافيه اكتر شويه، لان كل اللي بنقوله احنا طبعا ولا ضد اللجنه الخماسيه ولا ضد ان احنا نشيل صلاح فوق دماغنا طبعا لان نجم كبير، لكن انا بتكلم في جزئيه احترافيه ان التوقيت غير مناسب، وان كمان التعامل مع صلاح اكيد يبقى على اعلى مستوى بس يبقى على جميع اللعيبه. وهنتكلم برضه وناخد راي هانيه سهام في موضوع الشاره اللي اثير من فتره طويله، هل صلاح يستحق شارة الكابتنة ولا ما يستحقش، ولا موضوع إثارة طبعا شارة الكابتنة دي انت شفتها ازاي وبتحللها ازاي؟ بتشوف مين اللي يستحقها؟ انا بالنسبة لي احنا طول عمرنا من صغرنا الادم واحد هو اللي بياخدها، الادمية بالادمية، ده احنا ده من صغرنا واحنا متربيين على الموضوع ده. حتى لو الادم واحد ده ما بيلعبش، حتى لو هو فنيا قليل، لكن هو ده خلاص ده ادم واحد في الفرقه وادم واحد في المنتخب تقديرا ليه. ده موضوع مفروغ منه، لكن انا حاسس ان صلاح عاوزها، يعني خلينا نكون برضه صراحه، انا حاسس ان صلاح عاوزها، انا حاسس كده. بس هو ليه قلت كده؟ بس هو محروق، ليه قلت؟ لان انا لو مكان صلاح كنت طلعت ونفيت الموضوع، وقصدي ويعني وقفلت الموضوع ده، قلت يا جماعه لا فعلا الناس مثلا ادم واحد احمد فتحي مثلا او سعيد سعيد او اي حد بالزبط. موجود هو ده يا جماعه ايه هو ده اللي هيبقى الكابتن، وانا ودي حاجه مش هتقلل من صلاح، ده بالعكس ده حاجه هتكبرك قدام الناس وتوصل الناس ان انت مش صلاح مش هيفرق معاك شاره، انت صلاح ما شاء الله وصلت لمرحله كبيره جدا، يعني حته الشاره دي شاره منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا، بس هتجيلك يعني كده هتجيلك، يعني الموضوع مش استعجال. فانا كان نفسي ان صلاح ان هو اللي يطلع ويقول يا جماعه لا فعلا الشغل في الملف ده انا مش عايز لما يجي دول، كان الموضوع انتهى خالص وبتاع، يعني منعا للمشاكل، يعني ده رايي في موضوع الشغل. لكن صمته حسسك ان هو محتاجها، وعلى فكره دي يعني دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، ان انت تسعى لحاجه كبيره زي ان انت تبقى كابتن منتخب مصر، فدي حاجه كويسه مش وحشه. بس ما دام في لغط كتير في الموضوع وفي كلام كتير في الموضوع، كان انت كنجم كبير تطلع تقول يا جماعه الموضوع انا بالنسبه لي الموضوع مش بفكر في الشاره دي لادم واحد في التيم وهو الاقدر بيها. انت عارف هاني كان ممكن تيجي بطريقه يعني سهله شويه، ان حتى هو كابتن الفرقه اللي يقول لو ردي، لان في برضو بعض الصحفيين النهارده سالوني يا كابتن هاني انت لو كنت كابتن منتخب مصر الحمد لله فترات طويله، لو جه حد سالك دلوقتي ويقول لك اتنازل عن الشاره هتكون ايه؟ هو سؤال قلت له سؤال صعب، انا عارف انت قربته بيه، فقلت له على حسب اسباب صح. التنازل عن الشاره، لو اسباب التنازل عن الشاره انا متفق عليها ومقتنع ان دوت لصالح المنتخب وان هيرفع روح مثلا المعنويه لصلاح او ما عنديش اي مشكله خالص، لكن مش على حساب ان هو اتنازل عن حقي، لان ده حقي وده اللي عمله احمد فتحي على فكره صح. يعني هو يتنازل عن شرط كابتن مصر هو فتحي كده مش هيسيبها كده ما لا ما يعني هو على فكره من حقه طبعا حقه طبعا يعني احمد فتحي كبير برضه بتتكلم يعني على طبعا تاريخ كبير وانت بتتكلم على الادميه وبتتكلم على حاجات كتير صلاح كلنا فوق راسنا، بس انا عندي كمان جمله، طالما اللعيب مهما كانت نجوميته على اعلى مستوى عالمي بالزبط. طالما دخل ولبس فانيله منتخب مصر، كل لاعيبه منتخب مصر اللي لابسه تيشيرت منتخب مصر كلهم على خط واحد صح. كلهم على خط واحد، دي وجهه نظري. ممكن بعض الناس تزعل شويه ان صلاح في حته تانية، لكن طالما موجود في منتخب مصر يبقى اللعيب حتى لو في لعيب درجه تانية بيلبس منتخب مصر صح. طيب مش ده سبب حقيقي ان صلاح فعلا لاعب من طراز خاص؟ ده مفيش خلاف عليه، ده مفيش خلاف عليه كتير جدا بره، انت كل ده على دماغنا على راسنا، لكن لما يخش منتخب مصر يبقى خلاص بيقول الرؤوس بتتساوى، يعني بمعنى ان حتى لو لعيب جاي من الدرجه الثانيه مثلا ولبس فانيله منتخب مصر زي خلاص. زيك وجهه نظر شخصيه، ممكن ناس بتختلف او تعترض معايا يعني، لكن دي وجهه نظر شخصيه. هو الفكر بتاع
الجيل بتاعنا شويه مختلفه يا كابتن هاني. يعني ممكن واحد ما يكونش لاعب كوره يقول لك يا جماعه ازاي صلاح يسيب الشاره لاحمد فتحي ولا يسيب الشاره مثلا عبد الله سعيد ولا وات ايفر مين، يعني ازاي الراجل النجوميه دي، ازاي الراجل اتمرن مع يورجن كلوب، ازاي مش عارف بيلعب مع مين. فالجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بياخد الموضوع بشكل مختلف، لكن احنا كلاعب الكوره ولاعيبه يعني كبيره، يعني انا شايف ان الموضوع ده عادي. ما مش يا جماعه مش قصه، هو بالادميه خلاص. الراجل زي ما حضرتك قلت كابتن احمد، مش عايز اقول اسماء، الراجل عايز يتنازل عنها خلاص، دي حاجه بتاعته هو. لكن انت ما تجبروش بعد التاريخ ده كله. اكيد اي واحد بيروح المنتخب بيبقى اول حلم ليه ان هو يبقى يلبس شارة المنتخب، ده شيء مفروغ منه، ودي ده شرف كبير جدا. ده شرف كبير جدا، لان اللي هيوصل للشارة ده كابتن هاني اكيد تعب وبقاله فتره كبيره في المنتخب ولعب ماتشات ولعب بطولات وخد بطولات، يعني الموضوع كبير مش سهل ان انت تروح معسكرين ثلاثه. انت مش زي الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي المجموعه كلها بتتغير في 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 تجمعين. يعني انت لما بتيجي الدوري الانجليزي ممكن تلاقي مثلا 30 لعيب مثلا الماتش ده، ممكن تلاقي الماتش اللي بعده 30 تاني خالص. كمان الدوري الانجليزي بنتكلم على دوريات مختلفه شويه عن الانديه برضه، عشان نوضح ان العمليه دي بتقاس بالمدير الفني بالجزء الاول، يقول لك انا ممكن جدا انا فرقتي اللي هيكون الكابتن فيها انا اللي اختاره، وباختياره بكمان بالانتخاب. خلي بالك يعني ساعات بيقول في انتخابات للكابتن بين اللعيبه، والله احنا بنختار يصفوا على ثلاثه يبقى واحد. ده نادرا لما بيحصل في بعض، لا في بعض في بعض الانديه هناك العقليه شويه مختلفه عن هنا يعني. او مدير فني يقول لك انا شايف ان هاني العجازي هو هو، عشان ما حدش برده ما تقعش برده في النقطه دي ان انت تتحرج او تحط زمايلك في وضع محرج. يعني انت ده بره بيحصل، وانا حصل معايا وانا بلعب يعني في كان في اتنين كباتن وخلاص. احنا الجزئيه دي بتلعب على عامل النفسي يا كابتن هاني افتكر. عامل نفسي ونفس الوقت انت يعني خلي بالك هناك الوضع مختلف شويه في اوروبا والتفكير مختلف شويه. هاني يمكن يعرف الكلام ده. فهو العمليه انها انا لو والنادي مختلف شويه عن المنتخب، انا لو في نادي انا المدير الفني اول ما يجي انا اللي هختار، انا اللي هختار في كابتن الفنيين بيعملوا كده يعني فهم. انا بختار دلوقتي هاني العجيزي خلاص الموضوع انتهى. او انت الفرقه تتجمع، احنا دلوقتي في انتخاب لكابتن فرقه شارع عن موجود مثلا الكابتن فلان وفلان وفلان، ويبدا اللعيبه تتكلم لا احنا عايزين فلان ما بينهم بعض. مش بالعرف اللي جاري عندك يعني. لا في اختلاف شويه بس على مستوى المنتخبات بتفرق شويه. انت عارف يا كابتن برضه في حاجه مهمه جدا احنا ما خدناش بالنا منها، حته القياده. القياده دي طبعا بتبقى مهمه جدا بره الملعب وجوه الملعب. فلازم يبقى لابس الشاره ده لازم يبقى فعلا يستحقها، مش ان انت بتديني الشاره. ممكن يبقى في واحد شخصيته ضعيفه وهو اقدم واحد، فبتضطر انت كمدير فني بتعمل اي عذر ان انت تغير الفكره او ان انت تجيب واحد تاني يقدر ان هو يقيد المجموعه. فدي حاجه مهمه جدا، لازم يبقى هو بيعرف ازاي يتصرف مع اللعيبه، ازاي يقدر لو انت مش موجود مثلا في الفرقه او في المكان اللي اللعيبه موجوده فيه في التجمع او حاجه، ازاي ان هو يبقى موجود كانك انت موجود. فالحاجات دي كلها بتبقى مميزات. بالظبط طبعا فالحاجات دي كلها مهمه جدا، بعيد عن الفنيات وبعيد عن الملعب وبعيد عن اي حاجه. فكابتن الفرقه دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تفهمها. عشان معانا دقيقتين يا كابتن هاني، ما ينفعش طبعا نسيبها غير لما نسالك عن الصفقه اللي حدثت النهارده في النادي الاهلي، صفقه خط الدفاع بدر بنون. طبعا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي، لعيب مهم جدا ولعيب امكانياته عاليه جدا. مبروك لبدر كمان. ومبروك لبدر طبعا. لا بدر ده لا ده حاجه مفروغ منها طبعا. حاجه مفروغ منها طبعا. طبعا هو دلوقتي دخل في حته ثانيه خالص، غير مش عايز طبعا اقل من الدوري المغربي، لكن النادي الاهلي معروف في افريقيا كلها ان النادي الاهلي رقم واحد. دلوقتي مجموعه كبيره مع مجموعه لعيبه كبيره جدا ومع مدير فني عالي جدا، تقدر ان انت تحقق انجازات مع النادي الاهلي. ويعني ده انا اعتقد ان اي حد او اي لاعب حلم بالنسبه له ان هو يلعب في النادي الاهلي. يعني كلنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين قد ايه قيمه النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي بيعلي من قيمه اللاعب وبيعلي من شان اللاعب. فانا شايف ان هو لعيب مميزاته عاليه جدا، مميزاته كبيره جدا وامكانياته عاليه. ويعني انا شايف ان هو اضافه كبيره لخط الظهر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي طبعا في غياب رامي ربيعه وفي غياب محمود متولي، انا شايف ان هو فعلا الصفقه دي كانت مهمه جدا، لان النادي الاهلي مش بيجيب صفقات وخلاص، النادي الاهلي بيجيب الحاجات اللي هو
مش عايز اقول مشاكل لكن الحاجات اللي هو محتاجها. انا شايف النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله هيبقى سكواد عالي جدا 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 بعد رجوع الاعارات اللي موجوده زي ناصر ماهر زي محمد شريف مع وجود طاهر. فاللعيبه دي كلها مع اللعيب مع المجموعه الموجوده هيبقى كواليتي عالي جدا. واتوقع النادي الاهلي السنه الجايه هيبقى يعني في اعلى فورمه ليه من سنين. فان شاء الله باذن الله مع طبعا مع مستر موسيماني طبعا راجل يعني عامل حاله هايله جدا وشايف ان هو بيشتغل والراجل شغله باين من اول 3 4 ماتشات. يعني اتمنى ان الماتش الجاي بتاع نهائي افريقيا ده يعني هتفرق مع الراجل جامد جدا. هتفرق مع الراجل اللي هو تفرق مع اللعيبه كمان. صح انت بتتكلم مع الخصم بتاعك في مصر وبتتكلم في يعني مباراه تاريخيه كمان مباراه نادي قرن يعني مباراه قرن يعني انت بتتكلم في مباراه ما بتحصلش قبل كده خالص. مظبوط. ففي الفتره دي وفي الوقت ده انا شايف ان اللعيبه ومستر موسيمان عندهم فرصه كبيره جدا 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 ان هم يعني يحطوا نفسهم في حته ما اعتقدش ان حد ممكن يوصل لها بعد كده. فطبعا بالظبط. فاعتقد ان اتمنى بالظبط اتمنى ان المباراه ان شاء الله باذن الله تكون صالح النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا طبعا وانا شايف النادي الاهلي جاهز للمباراه وكلنا يعني مفيش في ايدينا حاجه ان احنا ندعي ونكون سبورت اللعيبه كلها والجهاز الفني واحنا وراكم وانا وكلنا واثقين فيكم ان انتم ان شاء الله باذن الله تحرزوا البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك يا كابتن. شكرا يا هاني نورتنا وشرفتنا. انا كنت سعيد ان موجود مع حضرتك. باذن الله تنورنا يا ما ناخد البطوله كمان ان شاء الله باذن الله ونحتفل كلنا مع بعض باذن الله. بعد الفاصل مشاهدينا عائله السلعاوي عائله اهلاويه جدا في البيت الكبير. اتفضل. قلنا لحضراتكم في الانترو انها حقا عائله اهلاويه اصيله بامتياز جذورها في الاهلي من اكتر من 40 سنه. العيله كلها يمكن يعني بتعشق كره السله بدايه من الاب كابتن محمد السلعاوي الاسطوره اللي كان محطم الرقم القياسي ومحط انظار العالم كله في اولمبياد لوس انجلوس على سبيل المثال. كمان معانا الابن احمد اللي ورث اللعبه ورث حب بابا للنادي الاهلي واخر العنقود عنقود الموهبه نادين اللي محققه النهارده ارقام قياسيه في دوري الجامعات الامريكيه. نادين صح؟ اه وهبدا بيكي طبعا. اهلا بيكم. منورنا منورنا كابتن محمد. كابتن محمد كابتن احمد كابتن نادين منورنا في البيت الكبير وزي ما قالت سهام يعني عائله اهلاويه خالصه وما شاء الله على المستوى طبعا الاب و بيحقق ارقام كبيره جدا ويعني بيقولوا اللاعب اولمبياد وقليل جدا تلاقي في مصر لاعب اولمبياد. احمد منورنا طبعا لاعب النادي الاهلي الفريق الاول حصل على بطولات كتيره جدا جدا. ونادين حكايه مختلفه شويه الولايات المتحده وكسر ارقام كبيره جدا. بنرحب بيكم في البيت الكبير منورنا. الله يخليك. تبداي مع مين يا سهام؟ عايز ابدا مع نادين. اتفضل. لان من وانت صغيره ناس كتيره جدا كانت بتتنبأ لك بمستقبل كبير جدا في اللعبه دي. ليه كانوا بيتنبؤوا التنبؤ ده وانت كمان ازاي اشتغلتي على نفسك بعيدا عن باباكي؟ ازاي اشتغلتي وطورتي من نفسك يا نادين؟ انا من وانا صغيره كان حبي للعبه شايفه اخواتي الاثنين بيلعبوها احمد وكريم. شايفه برده بابايا ومامتي دايما يحكوا لي يعني حبيت اللعبه. كان نفسي ابقى زي بابايا كان نفسي اطلع زي مامتي. مامتي كان نفسها برضو ان هي تسافر وهي في سني وتحقق حاجات فهي زرعت ده فيا من جوايا وزرعت فيا حته ان هو انا احاول اوصل واعدي واكتاس حاجات كتيره جدا عشان اقدر احقق اللي انا عايزه احققه. الحمد لله يعني كان في ناس كتير جدا مساعداني مدربين كتير جدا اتمرنت معاهم كان عندي سبورت كبير قوي من الاهلي ومن اهلي عامه اللي انا اكمل واوصل وكان شايفين فيها حاجات ممكن انا في وقتها وانا صغيره ما كنتش يعني شايفاها. صح. بس هم بداوا يزرعوها فيا ويكبروها واحده واحده وقدرت الحمد لله ارسم طريق لنفسي واهداف اللي انا عايزه اوصل لها واحققها. فحطيت كل السلبيات على جنب وبصيت للايجابيات بس وقدرت الحمد لله يعني اعمل اللي انا كملت. ده من وانت عندك كام سنه؟ وانا صغيره من وانا مثلا عندي 14 سنه كان عندي بلان. طبعا كابتن محمد وكابتن احمد تاريخ كبير وطبعا نادين استكمالا لهذا التاريخ العظيم. لكن طبعا هتواصل مع حضراتكم لكن عندنا تقرير فريق الاعداد محضر تقرير عن عائله السلعاوي الاهلاويه جدا. نشوف التقرير ونرجع مع ضيوفنا الكرام. هو
واحد من أساطير كرة السلة المصرية على وجه العموم والأهلوية على وجه الخصوص، وكبير عائلة أهلاوية لها تاريخ طويل يقترب من نصف قرن داخل القلعة الحمراء، هو محمد سيد سليمان السلعاوي. حصل مع الأهلي على لقب للدوري واثنين لكأس مصر وخمس بطولات لمنطقة القاهرة، إضافة إلى حصوله على لقب بطولة إفريقيا للناشئين عام 77، كما حصل على لقب هداف دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1979، كما توج بلقب هداف بطولة إفريقيا للرجال عام 1983 والتي احتضنتها الإسكندرية، وحصل فيها منتخبنا على اللقب القاري، وحصل حينها على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من يد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وبفضل هذه البطولة تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، وكان له شرف حمل العلم المصري في حفل افتتاح هذه الدورة، وامتدت إنجازاته لحصد لقب هداف هذه الدورة برصيد 179 نقطة من 9 لقاءات، وهي البطولة التي شارك بها العديد من نجوم العالم، ولعب السلعاوي أكثر من 300 مباراة دولية. تزوج السلعاوي من إيمان البدراوي لاعبة الأهلي السابقة والتي بدأت حياتها في صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيدها للفريق الأول وهي لم تتجاوز 16 من عمرها، وقدمت مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات قبل أن تقرر الاعتزال وتتجه للتدريب، وأنجبا كريم وأحمد ونادين وجميعهم احترف كرة السلة، لكن الحظ لم يبتسم لنجله الكبير كريم والذي اعتزل مبكراً بداعي الإصابة، فيما ظهر أحمد بشكل مميز خلال وجوده داخل قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وحصد معه دوري السوبر مرة ولقبين لكأس مصر وثلاثة ألقاب لدوري المرتبط وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2016 وتصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية بتنزانيا عام 2017، كما حصل مع المنتخب الوطني على ذهبية بطولة دبي الدولية عام 2013، وحصد مع المنتخب البطولة العربية في مناسبتين عامي 2015 و2017، كما حصل مع المنتخب على فضية دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل عام 2015، كما شارك مع منتخبنا الوطني في 3 بطولات إفريقية أعوام 2015، 2017 و2019. وبالحديث عن نادين وهي آخر حبة في عنقود العائلة الأهلوية، فسنجد أنها قدمت مستوى مميزا خلال وجودها في قطاع الناشئات، مما دفع الجامعات الأمريكية للتهافت عليها وإرسال العديد من العروض لها للعب ضمن صفوفها، وقدمت نادين أداء مميزا خلال السنوات التي قضتها داخل الأراضي الأمريكية، ونجحت في حفر اسمها بأحرف من ذهب بعدما حصلت على لقب أفضل محترفة في الدوري الأمريكي للجامعات في أول عام لها هناك، ثم استطاعت كسر الرقم القياسي المسجل بدوري الجامعات بعدما سجلت 2070 بفارق 100 نقطة عن صاحبة الرقم القياسي السابق، كما حققت رقما مميزا بالحصول على أكثر من 700 متابعة للكرة في الدوري الأمريكي، واختتمت مسيرتها العام الماضي بالحصول على لقب أفضل لاعبة في الدوري في إنجاز كبير. عائلة السلعاوي قدمت الكثير للنادي الأهلي، ويسعى أعضاؤها لتقديم المزيد من الإنجازات والبطولات للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. رجعنا مع حضراتكم، تاريخ كبير جدا كابتن محمد، يعني تاريخ ما شاء الله، احنا بنشوف بداية من حضرتك لأحمد لنادين ما شاء الله بطولات كتيرة جدا وتاريخ كبير جدا، بس هبدأ مع حضرتك البدايات، دايما البدايات بتدي مؤشر للنهايات، بداية حضرتك كانت ازاي اعتقد في نادي القاهرة وانتقالك للنادي الاهلي وبداية مشوارك مع كرة السلة؟ انا في اول في البداية عايز ابارك لك وبارك الاستاذ سهام على القناة وعلى
يعني التطور اللي حصل وده يعني حاجه مفخره يعني بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن. ويعني في تطور حصل كبير جدا في القناه في الفتره، انا بقالي فتره يعني ما جيتش. بدايات كانت بدايات عاديه، كنت في نادي القاهره و مش عاديه، ما كانتش البدايات عادية، أنت كنت جاي نجم كنت من نادي القاهرة للنادي الأهلي. جيت بعد الأولمبيات على طول للنادي الأهلي. يعني حضرتك رحت الأولمبيات وأنت حضرتك في نادي القاهرة. أيوه. ده شيء مميز إن في لعيب كانوا نادي القاهرة كان بيلعب درجة تانية لسه، والنادي الأهلي طبعًا تاريخه العريق كان في الدوري الممتاز، ونادي الأهلي كان يعني كان بينه وبين الزمالك، بس أنا اخترت النادي الأهلي وفضلت ومضيت ولعبت في النادي. ومن ساعتها يعني لعبت ودربت ودلوقتي في اللجنه بتاعت الملاحظه أكيد. الملاحظه اللي انا يعني لاحظتها ان طبيعي جدا لما بتروح منتخبات وبتلعب دورات كبيره كاس عالم اولمبياد ده بيبقى انت لعيب في النادي الاهلي في نادي الزمالك، يعني بتكلم على مستوى الكوره اعتقد ده كمان على مستوى كره السله، لكن ان لعيب مميز في نادي درجه ثانيه في نادي القاهره بيختاروه عشان كمان يروح اولمبياد ده شيء مهم جدا، واعتقد كان في معركه كمان معركه صحيح. كبيره جدا ما بين الاهلي والزمالك على ضم حضرتك. في ضمي، بس انا بقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك فضلت النادي يعني الاهلي، ولان فعلا احب النادي لعبت فيه لغايه لما اعتزلت، ومن خلاله طبعا زاد ارتباطك طبعا ارتباطي بالنادي وزاد ارتباطي بكره السله، وعن طريق النادي قدرنا نعمل فرقه كويسه وقدرنا نكسب دوري ونكسب كاس ونكسب منطقه القاهره يعني كاكتر من مره، وبدات نحط الشكل العام بقى احسن بالنسبه للسله في النادي الاهلي يعني. طبعا مدربين كتير اثروا فيا، بدا من نادي القاهره كابتن العباي، وفي مدربين كتير في النادي الاهلي برضو وفي المنتخب مصر، لان طبعا انا قعدت فتره من 76 لغايه 92 93 ككابتن لمنتخب مصر في الفتره دي، خلال كاس عالم مرتين، خلال اولمبيات مرتين، ف يعني الحمد لله يعني قدرنا. 37 سنه ما خدناش بطوله افريقيا، ما حققناش بطوله كانت في اسكندريه طبعا، واسكندريه دي لها طبعا وضع خاص بالنسبه للباسكت، كانت أكيد. في الصاله في اسكندريه وقدرنا نكسب البطوله وبشكل جميل جدا، والناس كلها اتعاطفت، وكانت الناس كلها يعني قبل ما نروح الاولمبياد كانت مهتمه جدا بالباسكت، وده من الحاجات اللي ساعدت على انتشار اللعبه اعتقد صحيح. بعد كده يعني. صحيح. لنا كابتن الاجواء ديت، لان اكيد اجواء كانت مختلفه، نتكلم من 84 تقريبا ما لحد دلوقتي ما رفعناش، يمكن ما حققناش البطوله دي مره ثانيه. لا ما حققناش فعلا. انتوا يعني ما شاء الله عملتوا انجاز تاريخي، مع الرغم ان النهارده في اساليب للتدريب حديثه جدا واسرع وتقنيات وكل حاجه، ومع ذلك يعني الانجاز ده من 84 لم يحدث لحد دلوقتي. هو 83 هو طبعا الامكانيات دلوقتي اختلفت عن الاول بزمان، دلوقتي كل حاجه بقت سهله انك تحصلي عليها من صح. ناحيه النواحي التدريبيه والخطط وكل حاجه بقت سهله جدا، لكن الفرق بين دلوقتي والاول ان احنا كنا عايزين نثبت ان وجودنا ونثبت ان في فرقه كويسه في مصر، وان مصر تتسيد السياده الافريقيه نعم. والحمد لله احنا قدرنا في خلال فتره لعبنا ان احنا يعني نمتلك عرش افريقيا والعربيه طبعا والدورات العربيه كانت تتغلبت يا كابتن على مايكل جوردن يعني في الأولمبياد. يعني ابرز طبعا في الاولمبياد ابرز يعني اسماء اللعبه دي. طيب احمد بأمانة انت اشطر ولا نادين في اللعبة دي؟ انا بالنسبة لي طبعا اقول نادين، انت اطول يعني. ربنا شايفك اطول تعرف بيقول لي طولك مترين وكم؟ اتنين اتنين متر واتنين سنتي اعتقد، من يعني ما شاء الله يعني من اطول اللعيبة الموجودة موجودة في نقدر نقول في افريقيا ولا على مستوى مصر؟ لا في اطول يعني في لعيبة اطول، ومعانا في الفرقة في ناس كتير اطول فعلا يعني فعلا دي حقيقه انت عشان برضه طبيعه مركزك احنا عندنا في الكوره دايما بيحبوا مثلا السردباكات يبقوا طوال شويه، هل برضه في السله في نفس طبعا هو الطول مهم في الباسكت يعني بس في لعيبه برضه كتير قصيرين يعني بس انت مركزك محتاج طول وسرعه كمان، فانت ما شاء الله محقق المعادله دي دي حقيقه بس ما انت ما جاوبتش برضه
انا بالنسبه لي اتمنى يعني نادين تبقى اكيد احسن يعني اكيد يعني انا فخور بيها جدا وفخور باللي عملته في امريكا وفخور يعني انا من الناس اللي كانت في الاول رافضه انها يعني تسافر كنت فعلا. خايف يعني من اوروبا وبنت يعني انها تروح برضو امريكا ويعني ثقافه تانية وبلد تانية وهي مش متعوده على كده بس هي كانت مصممه على كده جدا وهي دي كانت رغبتها واحنا في الاخر كلنا كعيله يعني سندناها والحمد لله يعني بعد 4 سنين هي رجعت يعني الحمد لله عملت ارقام في امريكا هتبقى اظن هتبقى صعب انها تتحقق بعد كده صحيح ارقام شفناها في التقرير ارقام كبيره جدا بس عايز اتكلم قبل ما نروح برضو لنادين ونشوف هي كمان الموضوع الغربه موضوع ان بنت تخرج مش مثلا كمان اوروبا انت بتتكلم على امريكا ازاي عاشت القصه ديت وازاي قدرت تندمج بسرعه وازاي كمان دخلت وعملت ارقام قياسيه لكن كلمنا انت كمان بداياتك انت طبعا من قطاع الناشئين ولاد النادي بداياتك ازاي مع النادي الاهلي ومشوار البطولات الطويل لغايه دلوقتي طبعا ابتديت في النادي الاهلي اكيد لقيت نفسي في النادي صح اتمرنت من وانا عندي 6 7 سنين يعني اتدرجت في كل الفرق الناشئين كنت كابتن فرق الناشئين كلها يعني تقريبا جالي فرصة ان انا يعني اتصعدت وانا عندي 16 سنة بعد بطولة افريقيا الناشئين كنت مأدي فيها كويس وبعد كاس العالم فجالي فرصة ان كان في جيل برضو كان بيخلق يعني كان المعدل الاعمار فيه زيادة فحصل احلاله تجديد فجات الفرصة الصراحة يعني على طبق يعني من فضة يعني الصراحة وطبق من دهب زي ما بيقولوا يعني جالي فرصة ان انا العب من بدري جدا حلو في الدرجه الاولى انا حتى يعني من عندي 16 سنه تقريبا ده 8 9 موسم ليا وانا يعني لسه عندي 25 سنه يعني ان شاء الله برضه كويس انت حلفك الحظ بس كريم طبعا عشان اصابته فخلى الموضوع يعني يمكن لا كريم بالنسبه له كابتن محمد كريم خد بعد ما وصل ل 20 سنه خد الكادر التعليمي شويه هو ما شاء الله دكتور والتحكيم هو ما شاء الله دكتور في الاكاديميه البحريه ما شاء الله بيدرس لوجيستيك والتحكيم وهو من احسن الحكام على مستوى افريقيا في 3 على 3 ما شاء الله ما شاء الله نادين مامتك كمان عضوة من اعضاء النادي الاهلي وفي العيله ويمكن افتكر قصه الحب دي بدات في النادي الاهلي مش كده فعلا نادين انت بقى ماما كانت بتساعدك اكتر ولا باباكي عشان طبعا هو في اللعبه ديت ومين اللي كان بيشجعك اكتر او حريص اكتر على ان انت تخوضي المجال وتبقي لاعبه من طراز فريد بصي الصراحه مامتي كانت معايا قوي في الموضوع ده يمكن بابايا في الاول كان مركز مع احمد جدا عشان برضو الولد هو اللي هيشيل الاسم مش معاكي يعني بابايا ممكن كان عارف ان انا كويسه كابتن فريق وبتصعد على طول وكده بس ممكن ما كانش يعرفني قوي او يعني لما شافني بلعب وبأدي ويسمع عني وبدأ يجي لي اكتر وبدأ يعني يشوف فيا مش متخيل قدراتك يعني الاول بس هو كده كده احنا في الباسكت مش يعني مش بنحب ان احنا كلامنا كله في البيت يبقى عن الباسكت يعني كلامكم في البيت يعني ايه خالص أي والله حاجة مش اي حاجه ثانيه بعد جواب عن الباسكت أنا يعني بالظبط اخر حاجه ممكن نتكلم فيها فعلا اخر حاجه ممكن نتكلم فيها يعني كفايه التدريب وكفايه التاريخ الكبير يعني ف معلش انا معلش في السؤال اللي دايما يعني سالته لك قبل كده ازاي طلعتي يعني دايما بنتكلم ان اللعيب الصغير المحترف حتى على كره القدم انه يطلع بره وانه يخش مجتمع ويا احمد كان بيقول ان كان في قلق شويه من الحته دي انك ازاي تطلعي بره ومجتمع جديد ولغه جديده عملتي ازاي ده يا نادين وكان عندك الجراءه والشجاعه انك تخشي يعني تخشي وسط ناس عندهم ارقام كويسه عارفين دوري الجامعات في امريكا حتى على مستوى كره القدم دوري قوي جدا فعملتي ده ازاي انا الحمد لله باصراري كنت سايبه كل سلبياتي على جنب كنت بصل الايجابيات بس انا يمكن حسيت ان انا وصلت امريكا او ان انا فعلا مسافره فكره امريكا اصلا احكي لي يعني هاتي لي بس من بدري شويه الفكره نفسها انا وانا صغيره من وانا يعني اول لما بدات لعبت بطوله افريقيا طلعنا خدنا مركز تاني سافرنا نلعب كاس عالم بدات اكون صداقات كان فين في كاس عالم كان في التشيك اوكي بدات اكون صداقات مع ناس تانية في اسبانيا في امريكا كمان بنتكلم مع بنات مش عارفه ايه حسيت ان هو عجبني جدا اسلوب تفكيرهم ان هم عايزين كلهم بيتكلموا على الدوري الامريكي وان هي ستاب كويسه جدا وان هو اصلا كاس العالم ده بيبقى فرصه لان الناس تيجي تتفرج علينا بزبوط. وفعلا ده اللي فتح لي ابواب كتير وخلى الحمد لله ناس كتير انا كنت ساعتها طالعه 5 هدافه على كاس العالم
يعني في ايجنت كلمك بعد كاس العالم وعرض عليك؟ كان في ناس بدات تتكلم معايا ومدربين، انت ما بتفكريش تحترفي في امريكا ليه؟ يعني ممكن يبقى أوكي. عندك فرص. كنت ساعتها لسه برضو صغيره، الموضوع بدا يكبر في دماغي، بدات اشوف نفسي فعلا ان انا اقدر اعمل كده. اخويا يعني هو في سني، في السن ده كان جاله فرصه ان هو يسافر امريكا، بس ساعتها هو رفض، يعني هو حب ان هو يقعد هنا في مصر ويبقى يعني وسطنا، بس شاف بقى الحلم ده فيا برضو ان هو لا، يعني بعد الاول ما كان ضدي بقى يقول لي لا سافري. الفرصه لو راحت مني بقى خديها انت. عشان شاف ان هو كان في كذا حد معاه قدروا ان هم يسافروا كده، فقال لي لا، يعني شايف ان هي يعني تجربه بتبقى ناجحه فروحي واكتسبيها. وما بتحصلش كتير. ما بالظبط طبعا. وفي البنات كانت كمان الموضوع اصعب، يعني كان في العادي ان الولاد بتسافر عادي طبيعي. في البنات انا عايزه برضو اقول لحضرتك يعني انا الحمد لله لما قدرت ان انا اسافر، والناس بعد اول سنه يعني شافت ان انا قدرت، واحده من مصر هناك اصلا ما يعرفوش كانوا بصوا لك ازاي. ما انا عايز برضو اعرف الكواليس دي، لاني معلش يا سام دايما بربطها بلعيب الكوره. احنا اول ما رحنا مثلا انا طلعت اوروبا، نظرة برضو بتختلف، انت جاي من مصر ويعني ممكن تكون المستوى مش قوي، عاداتك تقاليدك اللغة، فكلميني برضو على الجزئية دي، ازاي كنت شايفينك وازاي اندمجتي واقنعتيهم انك لا انك جديرة تكوني وسطيهم كمان؟ انا كنت حابة الفكرة جدا، انا بدأت اتكلم مع الفرقة كلها والمدربين من قبل ما انا اسافر، كنت يعني كان بواصل لهم قد ايه انا مستنية ان انا اوصل أوكي. هناك فمن اول ما وصلت هناك هما هناك احنا عيله واحده، اي حاجه بتحصل يعني يعني كلنا بنشارك بعض فيها. الحمد لله كانوا حابيني جدا. طبعا ما كانواش يعرفوا اصلا انتوا ازاي مصر اصلا عندكم باسكت، الناس كلها اول ماتش ليا ناس متفوقه بجد. ما كانواش يعرفوا خالص اصلا انتوا وبنات كمان باسكت. الناس كلها اول ماتش جايين اللي هما مين البنت اللي من مصر اللي جايه جابوها في الفرقه عندنا جايين نتفرج عليها. قدرت الحمد لله اللي انا على طول عرفت اندمج معاهم. هما كنت حاسه ان هو انا محبوبه اكيد، كان بيحصل لي فترات اللي انا مش يعني ومصر وحشتني واهلي وحشوني طبيعي. وفي حاجات غصب عني بقى طبيعيه بتاع طبيعه المصريين، بس يعني. كان دايما ببص لنص الكوبايه المليان صحيح. واشوف اللي انا اللي هدف. بالظبط، انا عايزه احقق، عايزه اوصل لحاجه، عايزه اعمل حاجه ممكن حد قبلي ما يكونش عملها، او اكتب اسمي في الجامعه دي يعني اقدر اعمل ريكوردز ليا واعمل اسم ليا هناك. والحمد لله اللي انا قدرته يعني سنه ورا الثانيه بكبر اسمي هناك، وكنت عامله علاقات الحمد لله يعني كتير جدا في الجامعه عندي، وكنت محبوبه، فقدرت كل الناس كانت سنداني جدا وبقول لهم يقفوا معايا. يمكن يعني مامتي كنت بقعد احكي لها على الموضوع ده، بس لما جت شافتني وزارتني تاني سنه لا صدقت قد ايه فعلا انا بقول لها انا فعلا حاسه ان انا اكني مع اسرتي. كانت شافت ده بنفسها، شافت من لغايه رئيس الجامعه، ودي لما هو يكون عارفني شخصيا وبيجي لي ماتشات، ولما عارف مثلا ان مامتي موجوده كان لازم يجي ويشوفها. فالحمد لله يعني اللي انا طمنتيها، يعني هي جت اطمنت عليك بمعنى صح، اطمنت عليك وارتاحت يعني الموضوع. بعد الفاصل بقى نعرف احمد، الفرصه ديت ما بتجيش لناس كتير، وانت رفضت رفضت امريكا، رفضت ان انت تحترف بره، طب انت ما جاش على بالك الكلام ده اللي بتتكلمت فيه نادين دلوقتي، انه ده هدف وان ده ما بيحصلش كتير، وان انا لازم يكون عندي يعني شيء هحققه في حياتي؟ اعرف منك بقى الاجابه بعد الفاصل، فكر في الاجابه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، وطبعا نستكمل حوارنا الرائع مع العائله الاهلاويه الكبيره، لكن خلينا نتكلم سريعا على تصريح صلاح. محمد صلاح طبعا النهارده كان بيقام تكريم ليه من قبل اللجنه الخماسيه ووزير الشباب والرياضه، يمكن قال تصريحين مهمين جدا، قال برضو يعني كذا تصريح، لكن الاجمل في تصريحات محمد صلاح انه طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب وجوده في هذا الحفل كان بالنسبه له شيء اكتر من رائع، وانه بيعتبر الكابتن محمود الخطيب هو مثل الاعلى ليه خلال مشواره كلاعب، وكمان مشواره على مستوى كرة القدم. ده طبعا شيء جميل جدا. على الجانب الآخر طبعا صلاح
كان بيتكلم على مشواره الطويل، وان يمكن والدته بشكل او باخر كانت هي اللي واقفه في سكته شويه، لكن والده هو اللي ساعده انه يخش طبعا مجال كره القدم ويبقى نجم كبير من اساطير كره القدم على المستوى العالمي بشكل كبير جدا. ومحمد صلاح كمان بياكد من خلال برضه تصريحاته شكره طبعا لسياده الوزير واللجنه الخماسيه، وبيوعد ان شاء الله انه دايما هيكون تحت امر مصر في جميع الاوقات، هو ابن من ابناء هذا الوطن ودايما لا يبخل جهدا ولا مجهودا على منتخب بلده. طبعا كلام يعني كلام مهم جدا من نجم كبير، وهاخد كلام محمد صلاح واروح لضيوفي لاحمد، لان كنا بنتكلم وسام كان بتساله قبل الفاصل على موضوع الاحتراف، وان احنا شايفين محمد صلاح ما شاء الله عمل طفره كبيره جدا في اسماء حتى المصريين على مستوى العالم كله، وتجربه الاحتراف اللي انت صدفتك من خلال مشوارك، لكن كان في يعني في وجهة نظر مختلفة انت شفتها بشكل مختلف. عايزين نعرف لما جالك عقد احتراف في امريكا كنت بتفكر في الموضوع ازاي وايه اللي حصل فيه؟ طبعا انا جالي عقد احتراف وانا عندي 16 سنة، كان ساعتها قعد معايا مسؤولين في النادي قالوا لي احنا محتاجينك، هتاخد كتير، هتلعب كتير الفترة الجاية، تقدر تشيل في دوري الجامعات الامريكية؟ لا في النادي، قعد معايا مسؤولين في النادي الاهلي. فانا ساعتها الصراحة يعني كنت بفكر فيها ان انا برضو دي فرصه كبيره ان انا العب في النادي الاهلي، دي وانا صغير دي حاجه ما بتجيش لناس كتير. صحيح. برضو انا عوضت يعني ان انا برضو ما سافرتش، ان انا قدرت احقق بطولات من وانا سن صغير، يعني دي حاجه برضو كانت كويسه. يعني انا مش هبقى ندمان ان انا اخترت اخير يعني نقعد في النادي الاهلي، يعني ده في الاخر ده بيتي، وطبعا يعني كانت احسن حاجه، وانا كنت شايف ان ده كان ساعتها في الوقت ده كان قرار كويس ان انا اقعد في النادي الاهلي. قدرت اعمل اسم من وانا صغير، قدرت اخد بطولات من وانا صغير، دي كانت احسن يعني بالنسبه لي ساعتها. طمنا على الاصابه، انت كان عندك اصابه، قول لي وصلت لحد فين ان شاء الله ممكن ترجع امتى؟ الحمد لله يعني انا يعتبر في يعني في الاواخر يعني في التاهيل. كانت عباره عن ايه يا احمد برضو عشان الناس اللي مش عارفه؟ كان عندي حاجه في الغضروف الخارجي، كان عندي قطع، وكان عندي مشكله في الصليبي، وكان عندي قرحه. كانت اصابه ملعب يا احمد ولا كان تدريب ماتش ولا ماتش؟ في الدوري السنه اللي فاتت مع في ماتش مع الاتحاد السكندري. اوكي. حصلت يعني الاصابه. الحمد لله يعني انا يعتبر خلاص في اخر فتره التأهيل. انا طبعا بمناسبه بقى التأهيل انا لازم يعني بصراحه اشكر الدكتور علاء شاكر على المجهود الكبير قوي اللي بيعمله معانا، واشكر كابتن علاء رجب وكل الدكاتره هناك وكل المدربين اللي هناك، واشكر دكاتره علاج الطبيعي. احب يعني اشكر بالاسم دكتور محمد وفائي، دكتور احمد حسن، الناس دي فعلا وقفت معايا كتير الفتره اللي فاتت. فتره الاصابه دي بتبقى صعبه وطويله، طول 19 شهور. فيعني ان شاء الله الواحد يرجع احسن من الاول يعني باذن الله، ويقدر يساعد الفرقه السنه دي. وكابتن علاء شاكر من كمان لسه بتكلم معاك قبل الفاصل، كابتن علاء شاكر من يعني من الناس العظام في التاهيل الرياضي وتاهيل الملاعب، ومن ايام ما كان معانا ايام الكابتن محمود الجواري، وانت قلت لي كمان انك يعني من خلال تاهيلك هناك ان شفت كمان محمود متولي. كمان محمود متولي طبعا لاعب النادي الاهلي بيتاهل عند كابتن علاء. دي حقيقه. محمود صاحبك؟ احنا يعتبر صحابي اخويا الكبير يعني محمود. طبعا انا يعني انت اللي عزمته على السمك يوم الخميس ولا هو اللي عزمك؟ لا انت متراقب، خلي بالك انت متراقب. لا محمود هو الصراحه عزمنا في اسم عليا عنده. حلو الصراحه، كانت عزومه كويسه جدا. حلو ده. نادين كمان حظك حبيبتي وحش، انت رجعتي انضمتي للفريق، اتصبتي كمان اصابه الغضروف. صح؟ برضو دكتور علاء اللي بيعالجك ولا طبعا ايه؟ طبعا دكتور علاء. نعرف بس دكتور علاء شاكر الصراحه، هو اسطوره في العلاج الطبيعي. حسدت يا نادين؟ الحمد لله ما قدرتش الصراحه، الحمد لله. بس يعني اول لما رحت له شافني طمني، وهو احلى حاجه ان هو فعلا يعني مركز ومعايا، والحمد لله قدرت احس اللي انا احسن من الاول في خلال ايام، كل فتره يعني كل كام يوم بتحسن كويس. وهو الاهتمام هناك كويس قوي قوي قوي. طمنك امتى ان شاء الله الموضوع يخلص؟ ان شاء الله يعني قريب
في يعني في من الاسبوع الجاي كده هبتدي انزل واحده واحده حل. واللي بعديه نفس الكلام فان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني ان شاء الله الشفاء يتم سريعا. هروح لكابتن محمد هو صديق شخصي برضه وكابتن علاء طبعا. وكان هو من يعني هو من الناس اللي يعني كنت انا بتعالج معاه برضه وانا لسه بلعب فصديق من فتره بعيده وجاري كمان لا واعتقد ان حضرتك برضه عشيرته كتير كتير جدا سنين طويله في المنتخبات احنا مسمينه الساحر بصراحه يعني هو ما شاء الله صراحة. يعني على مستوى التاهيل ولسه احمد بتكلم معاه هو بيدوس عليك التمرين بس ادب اخلاق احترام كل حاجه بصراحه. هاخد حضرتك في جزئيه مهمه جدا كمان كنت بقول ان محمد صلاح كان عمل تصريح وكذا بيان هاخد من الاجزاء المهمه كمان من بيان صلاح انه يعني سعيد جدا بوصول نادي الاهلي ونادي الزمالك للبطوله الافريقيه او النهائي الافريقي وقال يا ريت تكون دي فرصه لنبذ التعصب. دي الرساله كمان اللي قالها الدكتور اشرف صبحي كمان بياكدها محمد صلاح وبيقول انه شيء جميل حتى على المستوى زي ما قلت لكم المباراه ديت مش بس افريقيه دي مباراه عالميه. محمد صلاح بيقول ان المباراه ديت هتعكس بشكل كبير جدا صوره الكره المصريه بشكل كبير وده شيء ايجابي للكره المصريه ان يكون طرفي النهائي الافريقي هو النادي الاهلي ونادي الزمالك. هاخد من ده استاذ محمد واكلمك في نقطه مهمه جدا اتكلم عليها محمد صلاح التعصب. الاجواء كانت ايام حضرتك ازاي والتنافس كان الاهلي والزمالك والاتحاد علاقة الجماهير وعلاقة اللعيبة ببعض كان في نوع من أنواع التعصب الموجود دلوقتي ولا أنت شايف الموضوع اتغير بشكل كبير يعني؟ لا هو ما كانش فيه بصراحة الموضوع اتغير جدا جدا وخد طريق غير الطريق المستقيم بتاعه وخاصة الفيسبوك والكتابة والحملات اللي هي بتبقى ناس مغرضة وكده لكن احنا كنا لعيبة بنحب بعض وكنا الأهلي والزمالك قاعدين مع بعض وأهلي والاتحاد وكنا برضو نفس العملية لكن التعصب اليومين دولت تعصب زاد جدا 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 وده بحاجة يعني بتخلي الصورة بتاعت صورتنا حلوة بس بتخليها الصورة مش كويس بتعكس صورة غير سليمة عن يعني طبيعي. حضرتك كابتن كنت هداف الأولمبياد في يوم من الأيام وافتكر برضو ان السوشيال ميديا وجزء من التعصب اللي احنا فيه ما بين الجماهير والمشاحنات جزء كبير قوي عملها السوشيال ميديا. لو كان بقى على أيام حضرتك وبحقق الإنجاز ده كانت هتفرق في ان هي تلفت النظر للدور ده وللعيب الكبير ده؟ لا والله الحمد لله يعني احنا برضو خدنا قدر كبير جدا من حب الناس وطبعا النادي الاهلي بيلمع اي حد وبيزود البريق عند اي حد والحمد لله يعني كان دافع لينا ان احنا نحقق اكتر وكل ما كنت انا اجيبها مثلا زي هداف ابقى اتمنى الدوره اللي بعديها والحمد لله انا كنت هداف جميع الدورات العربيه الافريقيه اللي يعني حتى الاولمبيات الحمد لله وكاس العالم برضو عملت فيه ريكورد كويس بس هي ال ما احترقتش ليه يا كابتن؟ والله جالي برضو بس زي احمد برضو بس فضلت النادي الاهلي انا فعلا جالي وانا فضلت جالي وانا فضلت ان انا اتنقل من نادي القاهره للنادي الاهلي. هو ده بس الانتقال الوحيد اللي حصل في حياه كابتن محمد السلام يعني الاحتراف جالك كابتن قبل كمان يعني وانت بتلعب في نادي القاهره كان جالك عرض احتراف ومن خلال نادي القاهره على فكره طلعت احترفت موسم قبل ما اروح النادي الاهلي في الامارات والله كان سنك كام يا كابتن كنت لسه يعني كنت حوالي 18 19 يعني يعتبر برضو سن صغير ما شاء الله يعني. فمن خلال نادي القاهره يعني كنت لسه ما انتقلتش الى بس كنت كاساسي في منتخب مصر وبعد ما لعبت مع منتخب افريقيا برضو جالي عرض بس برضو فضلت ان انا بقاء في النادي الاهلي. نادين كنت بتقولي لي بقى تحت الهواء انه انت بتفكري لا بعد فتره كورونا انت جات لك عروض اوروبيه كمان مش بس من امريكا انت بتفكري انه بعد كورونا ان انت تستمري في الاحتراف بره مصر صح؟ منتظره جائحه كورونا ان شاء الله يعني تعدي على خير مستنيه ايه تاني يعني انت حلمك ايه السنه الجايه ان شاء الله؟ انا نفسي كالسنه دي اقدر اساعد الاهلي طبعا احنا بقالنا كذا سنه الحمد لله بنقدر نكسب الدوري ودوري العام دوري مرتبط وكاس مصر ونقدر نحقق البطولات دي بس انا بامل ان انا احقق بطوله افريقيا السنه دي مع النادي الاهلي اول مره في تاريخ النادي الاهلي للبنات فطبعا ده يبقى انجاز كبير جدا الناس كلها في النادي لما كانت بتتكلم معايا كانت بتتكلم معايا لا
احنا عايزين افريقيا وعايزين بطوله عربيه وعايزين نحط الاهلي في البوزيشن اللي المفروض يكون فيه وبطوله ما دخلتش النادي الاهلي وكده. فدي طبعا حاجه انا باملها وان شاء الله يعني نقدر نحققها السنه دي. كأنا كنادين بعد السنة دي طبعا أنا نفسي أكمل احتراف. موجودي في نادي الأهلي أوريدي ده احتراف ليا وخبرة تانية خالص وخبرة اللي أنا كسبتها أوريدي في أمريكا برضو أنا الحمد لله حابة أن أنا أنقلها للناس يعني الصغيرين حتى اللي طالعين من نادي الأهلي. فدي طبعا دي حاجة ليا كويسة جدا وإن أنا إن شاء الله لو جالي فرصة يعني بعد يعني عقدي لما يخلص مع نادي أو جالي فرصة احتراف الأهلي يعني كده ناوية تطلعي يا رب إن شاء الله. طب يعني إيه رأي ماما هما بقى؟ هما معايا لا معايا تمام أكيد طيب. لا مامتها بصراحة يعني هي شايلة حمل كبير جدا جدا في المواضيع دي يعني فعلا. فعلا مع نادين واحمد ولا مع نادين بس معنا كلنا معانا أقدر ولا معانا هي إجابة سياسية جدا على فكرة إجابة سياسية جدا هي تقول مدام إيمان البدراوي أهلا بيك يا مدام إيمان مدام إيمان البدراوي أيوة. أهلا بحضرتك منورنا في البيت الكبير ويعني الأسرة وكان ناقصاكي بصراحة يعني القعدة فبتشاركينا عبر التليفون قناة الأهلي منورة باستمرار أهلا بيك أهلا بيك منورانا يا فندم يا فندم لسه بنقول سيرة الاحتراف ونادين بتقول إنها عايزة تحترف فبقول لها إيه رأي ماما في الموضوع دوت فطبعا الأستاذ محمد بيقول لا ده يا شايلة همنا كلنا بما فيهم أنا يعني لا هو طبعا يعني أنا مش هقف دايما أبدا في طريق مستقبلها لو هو ده يعني أنا دايما حابة إن هي تكمل وتكبر في المكان اللي هي فيه والطريق اللي هي اختارته يعني بس ده يعني ده بجنب حياتها اي ام بتتمناها لبنتها يعني الاستقرار برضو انها تنجح في عملها يعني وهي الحمد لله قادره تعمل التوازن ده في الدراسه واللعب والحمد لله كانت عامله شغل كويس فان شاء الله تكمل على كده يعني هي اللي بتحافظ على التوازن ده مدام ايمان ولا انت اللي حريصه ان انت لا ما تخليهاش يعني تلتفت لاي حاجه غير ان هي تدرس وتحترف او تلعب اللعبه يعني انت حضرتك اكيد عليك الدور الاكبر ده اكيد طبعا هو لازم مهم ليهم ودايما مش هي بس كلهم الحقيقه أكيد. يعني كان لازم قوي الاثنين يمشوا مع بعض الناس دايما بتفتكر ان الرياضه بتاثر على الدراسه لا الحمد لله بالعكس دايما العقل السليم في الجسم السليم ودي يعني رساله بوصلها لكل الاهالي ما تخافوش انكم تلعبوا اولادكم رياضه بالعكس بتحميهم من حاجات كتير جدا بتبعدهم عن حاجات كتير جدا صحيح. بتشغل وقتهم ووقت فراغهم بتخليهم مركزين في اللي هم عايزين يحققوه فالحمد لله يعني الحمد لله ان هم قادرين الثلاثه الحمد لله ينجحوا في المجموعه في الموضوع ده يعني الحمد لله وحضرتك برضو كنت لعيبه يعني ما شاء الله هايله في النادي الاهلي بس الحمد لله مين احرف بقى انا عارفه انك هتقولي نديم بس يعني لا مش هقبل انا بالايه هي عايزه تعرف من حضرتك يعني على المستوى الفني حضرتك كنت افضل ولا انت شايفه نديم ممكن تكون على المستوى الفني افضل لا طبعا انا اتمنى لا هي اكيد افضل اتمنى طبعاً. يبقى انت شايفه ان انت افضل لا طبعا صح اه ماما كده ما اقدرش اتكلم طبعا هي افضل لا طبعاً. وفرصتهم احسن مننا يعني احنا لما جات لي برضو فرصه الاحتراف دي وانا تحت برضو 16 سنه في النادي الاهلي اللي انا اطلع امريكا طبعا الاهلي رفضوا يعني وانا كنت زعلانه جدا يعني فعلا طبعا كنت عشان كده بتشجعيها اصلا الموضوع كان اصعب يعني. في الوقت ده مظبوط يعني حتى يعني نادين كانت حتى اللي احنا نلعب رياضه بس كان صحيح صعب صح مش بس نسافر فالحمد لله ان هي جت يعني الموضوع عشان كده انا كنت مشجعاها جدا يعني لا روحي وخدي التجربه وانا واثقه فيها وكلنا واثقين فيها وهي قد المسؤوليه الحمد لله كمل مسيرتك بتكمل مسيرتها وده خلي بالك يعني العائله الرياضيه دايما وتفاهم وحضرتك كنت لعيبه كبيره في النادي الاهلي فعندك بيوصل لك نفس الاحساس اللي كان واصل لك وانت حضرتك بتلعبي يعني الاحساس ده وصل انا ما حبيتش ابدا احرمها من ان هي تخوض التجربه دي لان اكسبيرينس كويسه قوي يعني الواحد اعتذر بدري بسبب برضه الارتباط بدري والجواز والولاد وكده بس يعني فهم الحقيقه الواحد بيكمل الموضوع ده معاهم لا يعني
كملوا طول ما انتوا قادرين تكملوا. يعني انا كملت لعب لغايه ما كان احمد جه، يعني بعد احمد كمان يعني كريم وبعدين يعني احمد. لا انا كان كريم وبلعب كمان يعني. ما شاء الله. واو، يعني قصدي كريم الولد الاولاني وبعد كده أيوة. احمد فضلتي حضرتك يعني مستمر. ما بطلتش غير بعد ما احمد جه، يعني بقى الموضوع صعب بقى طفلين انك بروح تمارين واسافر واروح واجي، كان الموضوع بقى صعب. فهم لا يعني لازم يكملوا يعني ان شاء الله طول ما هم قادرين. الرياضه ملهاش سن بصراحه. صح. ده صحيح، ده صحيح. وخاصه لو كانوا عندنا في الباسكت اسماعيل احمد، دايما بقول لاحمد كده بص بص باص ما شاء الله عليه واصل لغايه قد ايه عشان محافظ على مستواه ولياقته والتزامه وكل حاجه. 44 سنه صح؟ ما شاء الله ما شاء الله ربنا ما شاء الله يعني ما شاء الله احسن لاعب كمان ما شاء الله ربنا يجيده يعني ويوفقهم كلهم يعني ويديهم الصحه اهم حاجه يعني ويبادل الاصابات يا رب. دي حقيقه. ويمكن طبعا دي. يعني حضرتك كمان بتتكلمي على نوع يعني انك تكمل مشوارك، واحنا وهاخد رايك راي حضرتك في النقطه دي. احنا كلاعبه كوره بالنسبه لنا فترات تواجدنا في ملاعب كره القدم دي من افضل فترات حياتنا. هل الكلام ده ينطبق برضو على لاعبات كره السله او لاعبه كره السله؟ اكيد احنا لغايه دلوقتي بنستمر وبنتقابل وبيبقى في تجمعات لينا ان احنا نروح نلعب زي فان داي كده كلنا مع بعض بنعمل بطولات. يعني عندنا كابتن حرب الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، اللي هي اخت طارق الغنام ماسكه في اتحاد الباسكت، على طول بتعمل لنا لقاءات كده بنروح كلنا نتجمع من القاهره واسكندريه ونسافر ونلعب. طب حلو يعني. حلو يعني لسه مرتبطين بملعب كره السله طبعا. اكيد بالزبط. اكيد بالزبط. اكيد احنا ومع اولادنا وبنروح بتبقى الموضوع لطيف جدا يعني. بنتمنى للعيله دي كل التوفيق. مدام ايمان شكرا جزيلا ليكي، شرفتينا شكرا لحضرتك. والدنيا بارده انا عارفه يا كابتن محمد. حاساك بردان، بس انا عايزه حضرتك تكلمني بقى عن المسؤوليه اللي حضرتك دلوقتي ماسك دلوقتي لجنه الموهوبين وبتختار الموهوبين في اللعبه. كلمني بقى عن تعامل حضرتك مع اولياء الامور، وازاي بقى بيكون في التوازن ده ما بين رايك ما بين اقتراحاتهم او رايهم في بعض الاحيان. بتعمل ايه يا كابتن محمد في المسؤوليه دي؟ لا والله هي دي حاجه طبعا اتشرفنا بيها من مجلس اداره النادي الاهلي، وكانت فكره يعني اعتقد رائعه منهم انه عملوا في العاب الصالات لجان لانتقاء المواهب واكتشافها برئاسه الكابتن رؤوف عبد القادر، في لعبه عملوها في الباسكت والفولي والهاندبول، واعتقد ان معموله في القدم. كابتن فتحي مبروك اعتقد رئيس برضه رئيس اللجنه، هو رئيس اللجنه، واعتقد ان دي هتثمر عن اشياء كويسه جدا جدا للنادي، لان كل لجنه بتضم نخبه من يعني من الناس اللي لها اثار في يعني مثلا في السله في كابتن طاهر رجب وكابتن شريف علي، وفي برضه في الفولي في كابتن نور عطيه وفي كابتن كان معانا الدكتور وجيه حمدي والدكتور فوزي فضالي، وكان يعني واللجنه فيها ناس ذو قيمه في بالنسبه للنادي، خدمت لعبت عينيها كويسه تقدر تختار مواهب. حلقه وصل ما بين الاداره وبين المدربين او بين ونقدر بنشوف اللعيبه بنشوف اللعيبه بره لو في حاجه، فبتوفر على النادي بدل ما تقدر تشتري دلوقتي اللعيب وهو صغير بثمن، بعد السنه بتلاقي الثمن ده بقى 10 اضعاف بعد السنة. فاللجنه دي يعني اعتقد انها كانت فكره رائعه يشكر عليها مجلس الاداره يعني، وكابتن رفعت عبد القادر برضه كرئيس للجنه عامل مجهود في الموضوع ده. مهم اللي بتقوله يا كابتن، ودايما انا حابب اربط برضه وناخد راي احمد في الجزئيه ديت اكتشاف المواهب. نتكلم على لو عندنا بعض الناس بتقول المواهب قلت شويه في كره القدم، يعني الاسماء اللي زي حضرتك عاصرت اجيال اسماء كبيره جدا جدا، وكانت الاسماء على مستوى الموهبه في انديه كتيره جدا. هل لو بنتكلم على كره القدم المواهب قلت، حضرتك شايف برضه المواهب كره السله هل في مصر قلت مواهب كره السله؟ واحمد برضه يشاركنا الحوار لانك انت لسه دلوقتي اكتب وبتلعب لما بتلعب الدوري بتشوف مواهب على مستوى عالي، ولا الجزئيه دي قلت شويه في مصر يعني؟ لا الجزئيه ما قلتش،
هو البحث والتدوير. يعني زمان حضرتك لما كنت بتلعب كان في كشافين وكان في ناس بتروح وتشوف عينها كويسه وبتجيب وبتشوف وبتراقب وبتجيب من درجه ثانيه وبتجيب وبيوصل لمنتخب مصر، ودي اكبر حاجه تجربتي. انا كنت في درجه ثانيه وكنت كنت في منتخب مصر ولاعيب اساسي في منتخب مصر. فاعتقد ان اللجان اللي موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله هتساعد في تطوير والبحث، وخاصة ان احنا عارفين كل لعبة بتحتاج ايه. باسكت محتاج طول، الفولي برضو بيبقى محتاج من الناس المسؤولة عندنا عارفة محتاج يعني مواصفات معينة، مواصفات المعينة دي اللي احنا محتاجينها، بنبقى عارفين مراكز ايه اللي ناقصة. يعني ان شاء الله بدأنا نشوف شغل في الاكاديمية، نعمل تطور في الاكاديميات شوية. حلو قوي. بالنسبة للنادي بدأنا نعمل مشاريع زي العمالقة، بدأنا نعمل زي مشاريع اكتشاف المواهب. حلو قوي. وعلاقاتنا مع الناس في بره بقينا نتصل. فحضرتك شايف ان في مواهب بس يعني ندور عليها ونكتشفها، عايزه شويه بحث ونرعاها يعني وتدوير، لكن الموهبه موجوده. بس طبعا لا تقارن بموهبه يعني. لا تبار موهبه زمان. بابا دايما بيقول لي انتوا ما لعبتوش باسكت، انتوا بتلعبوا الباسكت اصلا. احنا برضو الجيل ده بتاع الكوره بنقول للعيبه انتوا اصلا انتوا اللي بتلعبوه ده يعني، انتوا ما بتلعبوش باسكت، تعالي بقى اوريك الباسكت اللي بجد. بابا كان بيقول لي كده، تعالوا بقى اوريك الباسكت اللي بجد كده. اتفرجتي على بابي في فيديوهات طبعا؟ طبعا. انت شايفه ان الموهبه اختلفت يعني؟ معرفش بقى انا صح ولا غلط، ممكن يكون الريتم بقى اسرع شويه دلوقتي، كل حاجه اتصابت الريتم اسرع، لكن الموهبه نفسها وتقول لا ده تالنت وبيعمل شكل مختلف وتستمتعي بالسله اكتر، بكره السله اكتر في الماتشات القديمه ولا الماتشات الحديثه؟ انا شايفه ان الصراحه الاثنين مختلفين خالص، يعني جيلهم غير جيلنا تماما. انا شايفه ان هم احنا يعني هم تعبوا قوي 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 عشان يوصلوا. يعني احنا كل حاجه سهله يعني الامكانيات دلوقتي اللي موجوده ما كانتش فعلا موجوده خالص. يعني حضرتك تخيل لو الجيل ده كان موجود في وقت السوشيال ميديا فيه ده كان مسيطر، كان عامل ازاي؟ ده كان يعني الدنيا كانت يعني اختلفت خالص. حظهم ما كانش فيه سوشيال ميديا ده، بس الحمد لله ان هم قدروا يكسبوا فعلا حب الناس. كانوا بيلعبوا على طول في اسكندريه، وقدروا يعني اسكندريه كلها بتحب الباسكت، ويعني بابايا وكابتن محمد ورده وكابتن عمر ابو الخير كل الاسامي كلها معروفه والناس كلها بتحبهم جدا، وما فيش اي حته تروحها ما يتكلموش على الباسكت ويعني يقولوا اساميهم. فهم برضو الحمد لله قدروا ان هم يعملوا يكونوا علاقه. بدليل ان احنا ما حققناش بطوله افريقيا لحد النهارده يعني من 84 كم سنه؟ 35 سنه يعني 37 سنه. طب عايزين ناخد احمد، ما انت دلوقتي اكتف برضو يعني خلاص. هي نادين قالت هو في اختلاف اجيال، ما قالتش مين احسن ومين اوحش. خلي بالك هي بتقول في اختلاف في الاجيال شويه. انت ايه رايك يعني؟ احنا بنناقش جيلين، يعني جيل بابا والامكانيات الكبيره الفنيه، ولا الجيل الحالي امكانيات الكبيره على مستوى تجهيز اللعيبه يعني؟ لا هو طبعا في فرق بين الجيلين كبير قوي. يعني هو الباسكت اختلف عن زمان جدا، الباسكت بقى اسرع، الباسكت قوانينه اتغيرت، يعني في قوانين معينه اتغيرت في اللعبه عشان تبقى اسرع. فيعني انا شايف ان يعني الباسكت بقى اصعب، بس هو فعلا الجيل بتاع زمان بقى أصعب. يعني القوانين القوانين دي ما بقتش في صالحكم اللعبه؟ لا في قوانين الاتحاد الدولي عملها عشان تسرع يعني تسرع اللعبه اكتر. انت عارف فكرتني بايه؟ بالقانون اللي عمله الاتحاد الدولي عشان انا وشوبير، عشان يسرعوا عشان ده انت عارفه، عشان برضو يسرعوا عمليه ان يكون في ريتم اسرع، منعوا طبعا ان يكون يعني يمسك كوره بالجيل. ده صعب عليك. الكوره تلمس الحلقه تتجدد، كان زمان ممكن تتجدد 30 ثانيه، دلوقتي تتجدد 14 ثانيه. فبقى اللعب بقى سريع اكتر. اما يعني هم سرعوا شويه، في قوانين كتير اتغيرت. زمان كانوا بيلعبوا شوطين، كل شوط 20 دقيقه، دلوقتي اربع اشواط 10 دقائق في اربعه. ففي قوانين كتير قوي في اللعبه اختلفت. بس طبعا كان في ناس فعلا كتير موهوبه زمان بجد. يعني انا الواحد لما بيتفرج في الجيل، وحتى في الجيل في السبعينات كان في كابتن عادل شرف، ده برده كان من اللعيبه الكبيره جدا، كابتن مدحت ورده، الجيل ده كله كان فعلا في ايكونز كده في الجيل ده. فعلا الجيل ده قدر يعمل حاجات كبيره قوي لمصر. يعني انا شايف ان احنا هم صعبوها جدا علينا. بس يا احمد المنتخبات الافريقيه كمان بقت اقوى،
يعني زمان ما كانش يعني ما لا كانت منتخبات زمان قويه جدا. لا كان دلوقتي بقت اقوى افتكر. دلوقتي اقوى طبعا. صح كابتن محمد. يعني احنا الاول كنا بنروح نتفسح والكابتن هاني عارف كده، كنا بنروح افريقيا نتفسح يعني بتبقى ضامن يعني رايح كده كده هيلعبوا يعني داخلين مربع كده كده مالي. يعني حتى منتخب افريقيا لما لقيت لعب واتعامل منتخب افريقيا كنت انا ومدحت ورده وعمرو بخير فيه من ثلاثه من مصر. ما كانش افريقيا يعني احنا لغايه بطوله افريقيا دي وبعد بطوله افريقيا دي كنا احنا متسيدين القاره. ما فيش مقارنه بالنسبه للدول العربيه او الدول الافريقيه بالنسبه لمصر. دلوقتي بقى المستوى اعلى كابتن محمد. يعني احنا كلاعيبه قدرنا برضو يعني كان صعب جدا ان اسماء تتعرف في الوقت بتاع لعيبه الكوره. الكوره مسيطره مظبوط سيطره كامله يعني لكن عشان الناس تعرف تعرف اسماء لعيبه في العاب ثانيه كانت الموضوع مش سهل خالص يعني. هو الباسكت يعني دلوقتي رايح في الاتجاه ده يعني الباسكت فيه اهتمام دلوقتي كويس جدا من اتحاد الباسكت. يعني انا في تصفيات افريقيا في اخر الشهر اتمنى لهم يعني التوفيق، اتمنى للفريق التوفيق وان شاء الله نكسب البطوله تبقى في اسكندريه. النادي الاتحاد السكندري هو اللي منظمها، اتمنى ان هم يكسبوا. في صعوبات في المعسكر الخارجي حتى كانوا يعني المفروض كان بكره في معسكر خارجي بس عشان اجراءات كورونا فالمعسكر اتلغى. هم محتاجين كانوا يلعبوا ماتشات وديه اكتر بس انا يعني انا واثق في المنتخب واثق في الرجاله كلها في المنتخب. عندنا مجموعه قويه برضو عندنا كابتن احمد مرعي المدير الفني طبعا وبرضو مدرب نادي الاتحاد السكندري مدرب كبير وله اسم كبير ويعني ان شاء الله نعدي الويندو دي عشان يعني نبقى الدنيا تسهل يعني تبقى سهل علينا شويه في شهر 2. يعني احنا عندنا ويندو في شهر 11 ويندو في شهر 2 ويندو في شهر 6 محتاجين نجمع اكبر عدد نقط عشان نوصل لافريقيا. انا بايدك تماما كمان يعني انا اعتقادي الشخصي في الفترات الاخيره كمان على مستوى مش على مستوى كره القدم بس هي اللي واخده الشو. انا اعتقادي الشخصي كمان ان في اهتمام بكاس عالم هاندبول في يناير جاي بيتكلم على هاندبول في كاس عالم في اعتقد في تنس دلوقتي في بنت ميار ما شاء الله محققه ارقام كبيره جدا عندنا ابطال العالم في الاسكواش يعني يمكن كره القدم طبعا هي طبعًا. هي اللعبه الشعبيه الاولى لكن التوفيق للاهلي طبعا يوم 27 ده اهم حاجه لعبت يعني كوره اهم أحمد. حاجه اهم من اي بطوله يعني ده دي اغلى بطوله يعني اظن لجماهير النادي والمجلس الاداره الحالي هم كل الناس عايزاها كل الجمهور عايزها. لو في جماهير هتروح النادي أكيد هتروح الاستاد. كنت موجود في ماتش السيمي فاينل وان شاء الله هكون موجود في الفاينل وان شاء الله هنكسب. يعني انا متفائل جدا بالبطوله دي مش عايزين نقول التاسعة لغاية ما تيجي يعني ما في ناس بقى بدأت تتشائم ما تقولوش التاسعة فاحنا لا لا ان شاء الله ان شاء الله الجيل ده يعني قادر ان شاء الله ان هو يكسب بطولة افريقيا ان شاء الله. هو بصراحة كمان يعني كمجلس اعتقد ان ما فيش يعني ما قصرش مع اي لعبة جماعية يعني قول الكورة ممكن يكون وضعها مختلف شوية لكن بقية الألعاب الجماعية اعتقد ان في مجهود جامد جدا جدا من مجلس الإدارة ومن النشاط الرياضي في جذب اللعيبة مميزة تستحق انها تبقى في النادي الأهلي. ده حقيقي وحضرتك كمان انا من متابعتي القليله شويه كمان على مستوى ما بيجيبوش بس لعيبه محترفه في الكوره لا ده احنا دلوقتي عندنا بيحاولوا ولد وبنت في واحد وفي فرقه البنات عندنا دين في بنت امريكيه وفي ولد برضو امريكي بيلعب في فرقه الولاد من السنه اللي فاتت واحنا عارفين ان كمان العقود بتبقى عقود مقبوله عقود ده بالنسبه للاهلي معلي البادجت في المحترفين فعلا بقاله سنتين أوكي. يعني بنجيب محترفين يعني فعلا يعني هاي ليفل يعني في البنات واحده كانت بتلعب في الدبليو ام بي اي فده يعني اقوى دوري في العالم بالظبط وجايه مبلغ كبير جدا يعني حتى كانت معديه في فرق الولاد الفلوس يعني بتاخد يعني معديه فرق ولاد في فرق ولاد مش عارفه تجيب اللي جايبينه احنا في البنات مش فرق بره الاهلي مش الاهلي يعني الاهلي كده كده بره النادي الاهلي عندنا اليكس يانج ده محترف على اعلى مستوى احترف في اوروبا كتير هو معانا من السنه اللي فاتت ومستمر معانا السنه دي احنا الدوري عندنا محترف واحد بس الا لو هنلعب بطوله افريقيا او بطوله عربيه بيبقى 3 و4 فهو يعني انا شايف مجلس الاداره السنه دي عامل فرقه كويسه جدا جبنا 2 لعيبه كويسين جدا عمرو الجندي وعمر طارق دول من لعيبه قوام منتخب مصر من احسن 2 يعني من احسن اللعيبه في منتخب مصر الناس دي كانت شايله فرقها اللعيبه دي عندها شخصيه النادي الاهلي واحسن حاجه في النادي ان هو ما بيجيب يعني في لعيبه ما بيجيبها بيجيب اللعيبه اللي عندها الشخصيه بتاعت النادي
يعني مش بنجيب اللعيبه اللي هي يعني لازم اللعيب يكون مواكب السيستم بالظبط ده مهم جدا للنادي يعني مش بس موهبه يعني هو يعني احنا اهم حاجه بيبصوا لحاجات بعيدة عن الباسكت يعني بيبصوا على الاخلاق بيبصوا على الشخصيه بيبصوا هو قاعد حتى على البنش بيعمل ايه بيشجع فريقه ازاي طبعا اللعيبه دي كبيره وهتبقى اضافه لينا موسم السنه دي صعب فعلا الموسم السنه دي صعب اتحاد السكندري برضو فرقه قويه جدا طبعا فرقه قويه وهو داعم كمان السنه دي لعيبه كويسه جدا بس ان شاء الله يعني السنه دي اتمنى يعني ان شاء الله ان احنا نكسب كل البطولات باذن الله ان شاء الله واحنا كمان نتمنى انا عايزه بس نديم بقى توجه كلمه انا عارفه ان انت عندك فانز كتير جدا دلوقتي عايزاكي تقولي لي بقى يعني توعديهم بايه الفتره اللي جايه نفسك انت تحققي ايه الفتره اللي جايه توعديهم بايه انا نفسي كلاعب في النادي الاهلي زي ما قلت لكم ان انا اقدر احقق بطوله افريقيا للنادي وده ان شاء الله يعني وعد يكون من مني ومن فرقتنا اللي احنا نقدر نحققها السنه دي وهي بنسبه كبيره جدا الاهلي هيقدر يستضيف البطوله في النادي الاهلي ان شاء الله وطبعا لو في دعم جماهيري الموضوع هيبقى يختلف جدا طبعا يختلف جدا طبعاً. جدا جدا واحتمال كبير جدا الاهلي برضه يخش في البطوله العربيه فدي برضه بطوله تبقى كويسه جدا ومنافسه كويسه قوي لينا يعني والاحتكاك كده كده هيخلينا نبقى كويسين للمنتخب ده صحيح فطبعا ده بينعكس على منتخب مصر وينعكس كمان عليك انت يا نادين في الخبرات طبعا وان شاء الله يساعدك كمان مولتي امريكا برضو ولا في اوروبا يعني لا اوروبا, إن شاء أوروبا. الله. احسن دوله في اوروبا في الباسكت يعني اسبانيا ان شاء الله الدوري الاسباني ان شاء الله الدوري الاسباني ان شاء الله نادين شكرا شرفتينا الله يا حبيبتي ربنا يخليك شرفتنا يا كابتن احمد ربنا يخليك والكابتن الكبير محمد السلعاوي شرفتنا جدا جدا يا كابتن الله يخليك ده احنا اللي شرفنا في وجودنا في القناه المحترمه دي ومعاكم طبعا مذيعين متالقين دايما وبالتوفيق دايما وكابتن هاني انا اول مره يعني تقابله لا قابلته بس اول مره كاعلامي طبعا مش اخر مره برضو انا مش اعلامي هي تجربه يعني الواحد بيحاول فيها طبعا لا ان شاء الله تجربه ناجحه ربنا يخليك ربنا يخليك وبرضو احنا انا في الاخر برضو بحب اشكر طبعا النادي والمجلس على الدعم اللي هو دعمه لاسرتي يعني سواء احمد او نادين ان كانوا مهتمين جدا وهي بره مهتمين لما جت وعايزين يدموها وبيتابعينها وهي هناك والكابتن رؤوف بصراحه برده كان متابعهم وكده ودي عاده النادي يعني وحاجه مش غريبه انا بشكر حضرتك اولا على التاريخ الكبير اللي حضرتك عملته لحضرتك والاسمك والتاريخ النادي الاهلي وبشكرك على ما شاء الله على احمد وعلى نادين وعلى كريم امتداد لتاريخ حضرتك ما شاء الله يعني على مستوى البطولات على مستوى الاخلاق ولاد فعلا النادي الاهلي بنشكركم وطبعا ما ننساش طبعا الام ودورها الكبير اللي مش هتدخلنا ايوه انا لحقتك برضه انا لحقت انا شفت عليك بتبص لي فانا فهمت طبعا تحيه ليها تحيه كبيره جدا وتستاهل بصراحه كل خير لانها هي اكتر واحده تعبت والله صحيح اكيد على راس المنظومه دي واكيد ليها طبعا الدور الاكبر نشكركم شكرا جزيلا اهلا ومشكرين على وجودنا معاكم تشرفنا في البيت الكبير شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا في البيت الكبير بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لـ1 في البيت الكبير اتفضلوا